بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنستكمل مع بعض الأجزاء في الفوتوفولتيكس اللي إحنا ما كملناهاش نظرا لضيق الوقت طبعا، وبرضه لأن يعني كنتوا في محاضرة واحدة تقريبا خدتوا كم كبير، يعني خدتوا تقريبا 3 4 محاضرات، يعني فرقم كبير جدا، ويتاخد في ساعتين أو حتى في 3 4 ساعات، يعني محتاجين مثلا رقم يعني عشان الحاجات دي تتشرح وانت تفهم اي حاجة. طيب مش هنطول في الكلام، هنبدأ على طول. طبعا انا السيشن 10 ده يا جماعة هيغطي المحاضرة رقم 11 او 10 و11، المحاضرة رقم 10 والمحاضرة رقم 11، ويبقى لنا بس المحاضرة رقم 12. ان شاء الله برضه هنعمل لها فيديوهات. طيب حسب المنهج كله يبقى مستكمل معانا شرح. وبالنسبة للامتحان، فاللي فاهم كده كده بأمر الله هيحل، لأنه الامتحان هيبقى ام سي كيو، يعني ام سي كيو يعني بيعتمد على الفهم أكتر من الحفظ يعني. طيب خلونا نبدأ بالراحة كده. احنا يعني كنا بدأنا في شابتر السولار فوتوفولتيك باور بلانتس، وكنا بدأنا مثلا ببعض بيزكس في الموضوع، مثلا عن الفوتوفولتيكس والدنيا راح فين وجايه منين وكده يعني. طيب احنا عايزين بقى النهارده نبدا نستغل الالواح، الواح الطاقه الشمسيه اللي احنا اتكلمنا عليها، او الخلايا اللي احنا عملنا منها الواح. عايزين نبدا بقى نستغل هذه الالواح في محطات، في باور بلانتس، او نكون بيها باور سيستمز. طيب ده هيتم ازاي؟ اولا خلونا بس نبدا كده بادئ زبيد، نقول يا جماعه ان احنا بنقسم المحطات الطاقة الشمسية أو السولار بي في باور بلانتس، بنقسمها عامة إلى حاجتين، يا إما أوف جريد أو بيسموه ستاند ألون بي في سيستم، يعني نظام هو منعزل تماما عن الشبكة، ملوش أي علاقة بشبكة الكهرباء، معتمد على نفسه ستاند ألون، تمام، ديسنترلايزد من شبكة الكهرباء، يعني بعيد تماما عن فكرة الشبكة يعني. أو إن هو يكون مرتبط بالشبكة، مربوط بشبكة الكهرباء اللي هي في مصر، هي شبكة واحدة عندنا، فيكون مربوط بشبكة الكهرباء بالجريد بتاعتنا أو اليوتيليتي بتاعتنا يعني. فهو يا إما مربوط، يا إما مفصول عن الشبكة تماما، يا إما مربوط بالشبكة، تمام. طيب أو ممكن يكون في طبعا نظام تاني أنا ما كتبتوش، بس نظام هايبريد. الهايبرد ده بيكون مزيج خليط، يعني ما بين ان هو قد يكون ان هو مرتبط عادي بالشبكة، وفي نفس الوقت نظام ممكن يعتمد على نفسه. النظام ده موجود ولكن مش مصرح بيه في مصر عامة يعني. ففي مصر احنا ما عندناش غير هما تو سيستمز بس المتاحين عندنا، يا اما تربط مع الشبكة يا اما تفصل نفسك عن الشبكة بس. ولو ان انت فصلت نفسك عن الشبكة خلاص انت مش ملتزم بأي حاجة من شركة الكهرباء، وبناء عليه تتوقع ان الاوف جريد سيستمز ملهاش اي ريجوليشنز مثلا. طيب خلينا نتكلم. طيب انا لما اجي اقسم بقى الاوف جريد او الستاند الون بي في سيستمز دي، الاوف جريد او الستاند الون بي في سيستمز دي بنقسمها لايه؟ اول حاجه بنقسمها البامبنج سيستمز. بامبنج سيستمز انظمه الضخ اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، ده تقريبا من انجح التطبيقات اللي موجوده في الطاقه الشمسيه، اللي هي البامبنج سيستمز، البي في بامبنج سيستمز يعني. هو باختصار فكرتها ان انت عندك مضخه مثلا، هنشغل الموتور بتاع المضخه دي، بتاع البامب دي، الموتور بتاع البامب هنشغله باختصار عن طريق طاقه شمسيه مباشره يعني. ده ملوش اي علاقه بالشبكه، ده بيكون اوف جريد مش متصل بالشبكه، فعشان كده احنا حاطينه تحت الاوف جريد. ده اول نوع عندنا، تمام. طيب النوع الثاني هو الريزيدنشال اوف جريد بي في سيستم، تمام. طيب ايه ريزيدنشال اوف جريد بي في سيستم؟ اللي هو مثلا انت عندك بيت خاص، او عامه بيكون الفيلل يعني، او الحاجات او المجمعات السكنيه الكومباوندز والكلام ده، بيكون الحاجات الكبيره شويه. انت مثلا عندك، انت عميل ريزيدنشال وعايز تحول تنفصل تماما عن شركه الكهرباء وتعمل اوف جريد باور سيستم او ستاند الون باور سيستم يعني. ففي الحاله دي انت بتقع تحت دايره الاوف جريد، وخاصة بتقع تحت دايرة الريزيدنشال اوف جريد بي في سيستمز، تمام؟ فده من ضمن الابلكيشنز يعني. طيب من ضمن برضه الابلكيشنز الموجودة عندنا في الاوف جريد هو الستريت لايتنج، انارة الشوارع، اللي يعني انا وانا رايح على طريق شبرا بنها الحر،
بشوف في كشافات كتير قوي، عمدان كتير قوي حولوها طاقة شمسية يعني. برضو ده ابلكيشن سبيشال، بيكون سبيشال ابلكيشن شوية، بس ستيل هو ستاند الون او اوف جريد، ملوش اي علاقة بالجريد. ده اوف جريد برضو بسيط جدا يعني. خلاص، فدي كده السيستمز الموجودة عندي في الاوف جريد. مفيش غير كده يعني، مفيش اي ابلكيشن انت ممكن تلاقيه اوف جريد غير دول. بامبنج او ريزيدنشال اوف جريد مثلا، ممكن كومباوند مثلا سكني، او مثلا فيلا، او مثلا عندك ستريت لايتنج. تمام، فده كده الزوم بتاعت الاوف جريد. على النقيض من دون، بالنسبه للمشاريع اللي بتبقى مربوطه بشركه الكهرباء، المشاريع اللي بتكون مربوطه بشركه الكهرباء بيكون برضو ممكن يكون ريزيدنشال، عميل ريزيدنشال، ممكن يكون كوميرشال، ممكن يكون يوتيليتي سكيل. تمام، ممكن يكون مثلا عميل سكني، مثلا فيلا ولا حاجة، مجمع سكني، ممكن مثلا برضو خلي بالك في الاوف جريد، انا نسيت اقول ان في الاوف جريد ممكن في سبيشال ابلكيشن زي ابراج الاتصالات وغيره يعني. تمام، ما علينا، ايا يكن. طيب بالنسبه للجريد كونكتد، برضو هتلاقي في ريزيدنشال اللي مثلا فيلا، المجمعات السكنيه، كومباوند او غيره او غيره. في برضو الكوميرشال، صاحب مصنع مثلا وعايز يوفر فاتوره الكهرباء بتاعته، فبيروح يركب جريد كونكتد بي في سيستم. عندنا مثلا في اليوتيليتي سكيل، في اليوتيليتي سكيل برضو انت مثلا بنتكلم فيه انه ده بيبقى استثمارات ضخمه، مثلا بتبقى بالميجا ولا حاجه، ميجا ايه، لا ده ممكن توصل الجيجا زي بنبان مثلا، واصله معانا 1.65 جيجا وات بيك يعني. تمام، فاحنا بنتكلم في انه ده كده التصنيف او التقسيمه اللي موجوده عندنا. يا اما تبقى انت رابط نفسك بالشبكه، يا اما تبقى مفصول تماما عن الشبكه، وكل نوع برضو موجود فيه. طيب، وطبعا الكلام ده انا يعني برضو كنت بحاول ان انا اجيب من المحاضره، على احاول ان انا اربط لك الكلام بالواقع. فالموضوع صعب شويه ان انا احقق القصه دي، بس حاولت على قد ما اقدر يعني. طيب، هو احنا الدكتور بدأ بالحديث شوية عن نظام الاوف جريد، خاصة الاوف جريد اللي هو بيستخدم في ابلكيشن سكنية يعني. يعني هو مش بامبنج، هو ما اتكلمش خالص عن البامبنج، ومش هيتكلم برضو على الستريت لايتنج، هو اتكلم على انت مثلا بيتك، والله انت بيتك عايز تحوله لطاقة شمسية، فيبقى ستاند الون يعني، فهتعمل ايه؟ هتجيب ايه، ولا هتعمل ايه، تجيب الواح ايه، الكلام ده يعني. فده بالظبط هو الاوف جريد بي في سيستم باختصار. طيب، النظام ده انت بتستخدمه لما انت تكون منفصل تماما عن الشبكه. اولا شرط استخدامه عشان تستخدم النظام ده، لازم ما يكونش اصلا في جريد. ما ينفعش تبقى انت وصل لك شركه الكهرباء وتقول لي انا هستخدمه، مش ماهوش اقتصاد، ماهوش ايكونوميك سوليوشن. الايكونوميك فيزيبيليتي او الجدوى الاقتصاديه بتاعته صفر، هو غير مجدي اقتصاديا تماما. لما تيجي تعمل دراسه جدوى تلاقيه هو غير مجدي تماما، لو ان الشبكه متوفره بالفعل. طب لو ان الشبكه اصلا غير متوفره، يعني ما فيش شبكه اصلا في المكان اللي انا عايز اعمل فيه البروجكت دوت، بالظبط هو قد يكون افضل خيار اقتصادي، ومش بالضروره. انا هقارن، هقوم اشوف مثلا انا عملت اوف جريد باور سيستم، اشوف مثلا الايكونوميك فيزيبيلتي بتاعته، واشوف برضو لو انا عملت ديزل بس، ولو انا عملت هايبرد، عملت خليط ما بين الاثنين، واشوف انهي اقلهم تكلفه، وبعد كده اقوم ايه اعمله. بنعمل طبعا دراسه جدوى لكل نوع، وبعد كده اقلهم من الناحيه الاقتصاديه طبعا بلجأ له. ده باختصار يعني. تمام، هو عامه الكونسبت الجنرال في ان انا اي سيستم هعمله هو فكرة جدوته الاقتصادية، بس لازم يكون مجدي مقارنة بحاجات تانية. هو مجدي بالنسبة لإيه؟ مجدي بالنسبة لسيستم تانية يعني. مثلا أستخدم ديزل، أنا صاحب مصنع وشركة الكهرباء مش واصلاني، أستخدم ديزل ولا أستخدم طاقة شمسية مثلا أوف جريد، ولا أستخدم هايبريد؟ يعني لما تعمل دراسه جدوى بقى لكل حاله، كل حاله من دول، هتلاقي ان مثلا ممكن الهايبريد يبقى احسن واحد فيهم، فلا تروح للهايبريد مثلا، باور سيستم مثلا، فده افضل لك يعني. بس فهي كل حاجه في الاخر بتجادج بيزد على ايه؟ بيزد على ال بتجادج بيزد على الايكونوميك فيزابيلتي بتاعتك، او دراسه الجدوى الاقتصاديه بتاعت المشروع يعني. طيب،
بعض الكونسبتس كده عن الاوف جريد باور سيستم دون. هو السيستم ده احنا ممكن نستخدمه في الرورال ارياز، المناطق مثلا النائيه اللي لسه ما وصلهاش كهرباء، او اللي ما فيش فيها شبكه الكهرباء لسه ما وصلتهاش، يعني شبكه الكهرباء ما وصلتلهاش لسه بخطوط التوزيع بتاعتها بالديستريبيوشن لاينز بتاعتنا. يعني اولا شبكه الكهرباء اصلا غير موجوده في المكان. السيستم دي طبعا للاسف بتبقى موجود فيها بطاريات عشان تخزن الطاقه. ما انت عارف الشمس موجوده الصبح، تمام ماشي، الصبح هتاخد من الشمس. طب بالليل محتاج سورس يغذيك، محتاج تكون مخزن طاقه، فبالتالي بنخزن طاقه في بطاريات. طب البطاريات دي هتحتاج ان انت تعمل كنترول على التشارجنج والديسشارجنج بتاعها، لازم كنترولرز. قد يكون مثلا طبعا البي في بتولد دي سي، يعني البي في اصلا تمام ده بيطلع دي سي باور، واخد بالك؟ وانت لو مثلا بيت سكني ريزيدنشال، كل اصلا الاحمال اللي بنستخدمها اي سي، مفيش حمل دي سي انا بستخدمه، فمحتاج حاجه تحول لي من دي سي لاي سي، ما يعرف في الانفرتر لسه تاخده في باور الكترونكس 6200 ان شاء الله. فالانفرتر ده وان بيحول لي من الاي سي للدي سي، من الدي سي للاي سي، علشان مثلا الاجهزه المختلفه. يعني دي بعض المعلومات كده عن النظام مثلا اوف جريد، ان انت النظام دون تستخدمه امتى؟ تستخدمه لو انت في مناطق نائيه مفيش فيها شبكه كهرباء. طيب لو ان شبكه الكهرباء موجوده، ما ينفعش تقول لي هستخدم اوف جريد باور سيستم، انت كده رايح لنظام غالي وهتخسر اقتصاديا، والكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي بالمره. تمام. طيب برضو معلومه ولسه الكلام ده هنأكد عليه تاني، انه الاوف جريد سيستم بيكون فيه بطاريات، والبطاريات دي هنتحكم في شحنها وتفريغها، لان لازم نخزن الطاقه. ما احنا ما عندناش بالليل مصدر، طب هنعمل ايه؟ حاجه من الاثنين بقى، يا اما ان احنا مثلا بالليل مثلا الصبح نشتغل طاقه شمسيه، وبالليل نشتغل مثلا ديزل، او ان احنا مثلا نلجأ لبطاريات ونخزن مثلا الطاقه الصبح في البطاريات، وبالليل نبقى نستخدم البطاريات. ما احنا ما قدمناش حل تاني. وبرضو ان اصلا الطاقه المنتجه من الالواح الشمسيه هي كلها بتبقى هي اصلا دي سي، فقصه ان الطاقه المنتجه دي سي دي انا ما بتنفعنيش دي سي، انا احمالي كلها اي سي، فمحتاج انفرتر عشان احول من دي سي لايه؟ لاي سي. وعامه الانفرتر ده يا جماعه موجود في كل الحالات، موجود في الاوف جريد، موجود سواء بامبنج او ريزيدنشال او حتى ستريت لايتنج، او لا ستريت لايتنج ممكن لو احنا مثلا الكشافات دي سي فمش هحتاجه، ده لو ان يعني الكشافات دي سي. طيب الجريد كونكتد، لازم برضو في الجريد كونكتد في انفرتر، لان برضو انت بتربط اصلا مع شبكه اي سي، فاللي هو اصلا ايه، انت مش هينفع تودي الدي سي على طول الا ما تعمل انرجي كونفرجن وتحول الدي سي لاي سي. طيب خلونا نتكلم كده عن مكونات نظام الاوف جريد باور سيستم، بيتكون من ايه؟ طيب خلينا نكمل يا جماعه، احنا بنتكلم عن اوف جريد ريزيدنشال اوف جريد باور سيستم، بيتكون من ايه، او البيزك كومبوننتس بتاعته هي عباره عن ايه. اول حاجه انا عندي السولار بانلز بتاعتي، اللي هي الواح الطاقه الشمسيه بتاعتي. تمام كده، الواح الطاقه الشمسيه دي بتنزل عليها اشعه الشمس اللي هو السان لايت يعني، فبنحول السان لايت او الفوتونات دي بتتحول لدي سي انرجي، او بتطلع لي يعني الدي سي باور. خلاص الدي سي دي، الدي سي باور دي ببدا ان انا ادخلها على يونت واحده بنسميها الستاند الون انفرتر. طيب الستاند الون انفرتر ده هو في الاساس يتكون من حاجتين، يتكون من تشارج كنترولر شاحن، يعني اللي هو بيكون دي سي دي سي كونفرتر، يعني بيحول من دي سي لدي سي، ولكن بيعمل عمليه تحكم، بيتحكم. طيب المتحكم ده التشارج كنترولر بيتحكم في ايه؟ يتحكم في عمليه شحن وتفريغ البطاريات. تمام كده. طيب احنا عندنا الدي سي باور دي، انا في جزء منها بروح اشحن بالبطاريات، والجزء الثاني بروح اغذي بالحمل اللي هو البيت بتاعي، الاحمال الاي سي بتاعتي. طيب لو ان انا عندي احمال دي سي، فهاجي من التشارج كنترولر كده واخد اودي على الاحمال دي، لكن الفكره كلها ان انا كل الاحمال بتاعت المنزل اللي قدامي دي يعني هي احمال اي سي، فبالتالي بضطر ادخلها على دي سي اي سي كونفرتر، او ما يعرف باختصار الانفرتر يعني. فانا بدخلها على الانفرتر، ومن ثم
ابدا اغذي الخارج بتاع الانفرتر، بغذي بيه الاحمال بتاعتي، بغذي بيه الاحمال. مين يا جماعه؟ الاحمال بتاعتي. واضح جدا ان الانفرتر، واحد يسالني هو الانفرتر ده واخد من مين؟ واخد من الخارج بتاع التشارج كنترولر ده. معلومه ان الخارج بتاع التشارج كنترولر ده لو انه 12 فولت مثلا، بيكون جهد البطاريات دي بيكون 12 برضو، السيستم او البطاريات دي كلها متصله بطريقه ما، سواء توالي او توازي، بحيث ان الفولت بتاعها يبقى 12، وايضا الفولت الدخل بتاع الانفرتر بيكون 12 فولت، فبيكون السيستم فولتج كله كدي سي بيكون كله في الزون دي كده، في الحته دي كده بيكون كله ثابت، كله زي بعضه يعني، فمش هتفرق انت بتاخد منين. هتبتدي طبعا من بعد التشارج كنترولر كده بتبدا تاخد للانفرتر، والانفرتر بيبدا يحول الدي سي دي يعني 12 فولت دي سي، تمام، رقم فيكسد يعني، بيحوله طبعا لمين؟ بيحوله للاي سي، ونبدا نغذي الاحمال بتاعتنا. ده يا جماعه باختصار هو الستاند الون او البيزك فورم للاوف جريد باور سيستم بتاعي. عندي الواح، الواح بتطلع دي سي باور، انا عايز اخزن بعض من هذه الطاقه عشان انا بستخدمها بالليل في حال ان الشمس مش موجوده. فانا بعمل ده ازاي؟ بقوم مدخل اولا على تشارج كنترولر، التشارج كنترولر طبعا بيتحكم في عمليه شحن وتفريغ البطاريات، وايضا بيعمل الماكسيمم بيك بوينت تراكنج، يعني بيماكسمايز الباور بتاعتي عند ديفرنت ريدينسز، ديفرنت امبريتشرز، ديفرنت كونديشنز ان جنرال يعني، خلاص. وبعد كده طبعا باخد من الخارج بتاعه، ببدا ادخل على الانفرتر بتاع شحنه البطاريات خلاص، وببدا طبعا ادخل على الانفرتر و طبعا ببدا اغذي البيت وكده. في خيار كمان ممكن انا اضيفه اللي هو الاوبشنال جنريتور، ممكن ان احنا نربط جنريتور كمان مع القصه دي، في حال مثلا عدم وجود اشعه الشمس ممكن ادخل جنريتور اوتوماتيك، ادخل جنريتور اوتوماتيك. الجنريتور ده لما بيدخل ايه اللي بيحصل؟ والله هو مدخل اي سي باور، اي سي باور دي بتروح دايركت على مين؟ على الحمل، هتمشي دايركت على الحمل مفيش اي مشكله، تمام. وبعد كده الانفرتر ده بتعدي الناحية التانية من الانفرتر، دي طبعا ما بقاش كده يعني، ما بقاش بالصورة دي، بس ايا يكن يعني، انه احنا برضو نقدر ناخد من التشارجر ده، يقدر ياخد من الاوبشنال جنريتور، التشارج كنترولر ده يقدر ياخد الدي سي اللي جاي مثلا من الانفرتر، ويرجع يشحن تاني البطاريات. خلاص احنا طبعا هنشوف المودز اوف اوبريشن، هو السيستم في الواقع ما بيبقاش بالصورة دي يعني، ودي بس السيستم كده عشان تفهم البيزك كومبوننتس المختلفه. ان الاوف جريد باور سيستم هو الواح، هو شاحن مثلا، بطاريات، هي بطاريات، مجموعه من البطاريات، هو انفرتر، هو الاحمال الاي سي بتاعتك، وقد يكون في اوبشنال جنريتور عندك، قد يكون في اوبشنال جنريتور، جنريتور ديزل اوبشنال عندك يعني. ده باختصار. طيب في الواقع يا جماعه مفيش حاجه اسمها شاحن لوحده، ده مفيش الكلام ده اصلا، هو اسمه اوف جريد سولار انفرتر، بيكون انفرتر على بعضه زي ما هنشوف بعد شويه، اسمه اوف جريد او ستاند الون سولار انفرتر، بس هو انفرتر يعني بيعمل كل الفانكشنز اللي انت ممكن تتخيلها. بيعمل ايه؟ بي بي هو بي 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 هنشوف زي ما هنشوف بعد شويه، اللي بيتحكم في كل حاجه، في كل كبيره وصغيره في السيستم بتاعك، بيتحكم في الباور فلو، بيتحكم في الشحن، بيتحكم في التفريغ، يتحكم في المودز اوف اوبريشن اصلا، اغذي منين وافعل مين واوقف مين واشتغل امتى وما اشتغلش امتى، كل ده بيتحكم. مثلا طب افرغ البطاريه لحد كام؟ افرغها للاخر ولا افرغ جزء منها؟ طب كده هو بيتحكم في كل حاجه، هو بيكون حاجه اسمه ما يعرف بالاوف جريد سولار انفرتر، خلاص؟ تمام. طيب مكونات السيستم الاوف جريد ده اللي انا عامله فوق ده، هو بس هيبدا يذكرها لك على هيئه نقاط يعني. فيقول لك والله ان الاوف جريد بي في سيستم كومبوننتس، المكونات بتاعتك هي عندنا مثلا البي في اري اللي هي شويه الواح، عملوا اري شويه الواح، كل عملنا شويه سترنجات، والسترنجات دي وصلناها عشان يعملوا اري. فاول حاجه الالواح، الماونتنج ستراكشر، الالواح دي مش بتبقى متثبته يا جماعه على ماونتنج ستراكشر او شاسيه مثلا، تمام، هو ده الاستراكشر اللي بيتثبت
واخد بالك ازاي بنثبت اللوحه ليه مش كده، وبنبينه طبعا بزاويه معينه اللي هي التلت انجل يعني خلاص. بعد كده بيكون في دي سي كيبلز. احنا لسه قايلين يا جماعه ان انت عندك الالواح بتطلع دي سي، فانت محتاج كابلات دي سي تمام كده. طيب محتاج برضو محتاج دي سي بي في فيوز، محتاج في فيوزز بس من طبعا تستخدم في النوع البي في او سبيشال كيس يعني او سبيشال ابلكيشن بتستخدم مع البي في. الفيوزات دي بتكون ناحيه الدي سي سايد، ومحتاج شويه دي سي بريكرز برضو ناحيه الدي سي سايد عشان تعمل بروتكشنز يعني. الاثنين دول كده بنجمعهم في لوحه بنطلق عليها الدي سي كومباينر بوكس. الدي سي كومباينر بوكس ده في الاوف جريد باور سيستم هو بانل، بانل عادي خالص، لوحه يعني. اللوحه دي تحتوي على شويه بروتكشنز وخلاص، وممكن كمان يتحط فيها سيرج بروتكتيف ديفايس، مفيش اي مشكله يعني ممكن تمام. ده بالنسبه للدي سي كومباينر بوكس، ده بيكون الحمايه يا جماعه ناحيه الدي سي سايد. طيب الاوف جريد انفرتر طبعا اللي هو بيكون التشارجر كنترولر والانفرتر اللي هو الشاحن يعني بتاعك والانفرتر، الاثنين بيكونوا تحت بند او مسمى الاوف جريد انفرتر. ثم اخيرا البطاريات، وانا طبعا نسيت احط لك هنا برضو كمان حاجه الا وهي الاوبشنال جنريتور، الديزل جنريتور ده كاوبشن عندك يعني. بالمناسبه مش شرط يبقى جنريتور، ممكن يبقى شبكه على فكره يوتيليتي يعني، بس هيبقى غباء ان انت اصلا يبقى انت عندك شبكه ورايح تعمل اوف جريد باور سيستم يعني، ده مش هيحصل. بس اقول لك وارد يعني، قصدي اقول لك ينفع مفيش مشكله، هو المود اوف اوبريشن ده موجود، لكن هو فعليا حرفيا على ارض الواقع يا جماعه بيكون اوبشنال جنريتور، بيكون اوبشنال ايه يا جماعه؟ بيكون اوبشنال جنريتور موجود عندي خلاص كده. دي كده البيزك كومبوننتس بتاعتي. طيب برضو لو انت عايز تبص على نظره كده للسيستم بيتكون من ايه بصوره واقعيه شويه، فالسيستم ببساطه خالص الاوف جريد باور سيستم ده هو الواح دي متوصله مع بعض على التوالي او التوازي بطريقه ما، مش قصتنا دلوقتي. فبتعمل لي البي في اري بتاعتي او الاري يعني بتاعتي او الالواح بتاعتي، ثم بعد كده ببدا احط حمايه اللي هو الدي سي كومباينر بوكس. الدي سي كومباينر بوكس هو بروتكشن زي ما انت شايف، دي سي كومباينر بوكس هو بروتكشن يحوي شويه فيوزات بي في فيوزز، دي سي فيوزز يعني، ودي سي بريكرز يعني. ما يحوش طبعا غير الحاجتين دول، ده بنسميه دي سي كومباينر بوكس، بيكون مباشره بعد البي في موديول. بعد كده بيكون في عندنا اليونت اللي بعد كده هي السولار تشارجر والانفرتر، ده بيكون سنجل يونت واحده، بنسميه طبعا يا جماعه مين؟ الاوف جريد او الستاند الون بي في انفرتر. حاجه كده جميله جدا زي ما انت شايف، يونت واحده بتعمل كل حاجه، بتبص بتتحكم في كل حاجه، وطبعا بتدخل لها سيتنج يعني كتيره جدا، بتست حاجات كتيره جدا، بتست المود اوف اوبريشن، بتست مثلا البطاريه تشحن لحد كام وتفرغ لحد كام، بتست كل حاجه انت ممكن تتخيلها جوه الانفرتر ده. حاجه فيري فيري سمارت كمان، ممكن كمان تعمل كوميونيكيشن معاه وتنقل الداتا بتاعته، ممكن مثلا تنقلها مثلا على موبايل، تنقلها مثلا على كمبيوتر، فاهم؟ ممكن كمان تعمل لها لوجنج مثلا، تخزنها ولا حاجه. فالقصه ممتازه يعني، فاحنا بنتكلم في يونت عظيمه جدا يعني تمام. طيب بس هو ده يا جماعه الاوف جريد باور سيستم. طبعا انا مش عامل هنا اوبشن جنريتور ديزل يعني، بس انت ممكن تجيب ديزل هنا عادي جدا وتقوم مدخله مع الانفرتر ده زي ما انا هوريك دلوقتي تمام. مفيش اي مشكله ان احنا ندخل هنا نجيب ديزل كمان اوبشنال، وبرده بيكون في دخل بالنسبه لل الاوف جريد انفرتر ده، في دخل للديزل بتاعه. طيب بالمناسبه الحاجات اللي انا حاططها لكم دي حاجات واقعيه يعني، ايه الالواح فعلا بتبقى كده، الديس كومباينر بوكس ده شكله، الانفرتر ده انفرتر واقعي، اوف جريد انفرتر، دي بطاريات بالفعل موجوده مستخدمه في الواقع الترا سيل يعني، وفي عندنا طبعا ده البيت مش قصه يعني. طيب ده كان سيستم بسيط، اعتقد كان كنت بعمل ديزاين للبيت بتاعي يعني كاوف جريد باور سيستم، انا كنت عامل ديزاين دون، فكان التصميم لو انت مثلا حابب تركز شويه فيه هتلاقي ان هو كان عباره عن السترنج، كان عباره عن تو سترنجز. السترنج الاولانيه دي كانت عباره عن لوحين متوصلين على التوالي، والسترنج الثانيه كان عباره عن لوحين ايضا متوصلين على التوالي.
هتلاقي ان احنا، بصوا يا جماعه، بصوا بقى الكومباينر بوكس بتاعي اهو، بص كده، ده الكومباينر بوكس بتاعي. طب عباره عن ايه الكومباينر بوكس ده؟ طب فين الاول بس الدي سي كيبلز؟ الدي سي كيبلز اهي، الكابلات اهي ماشيه، دي الكابلات اللي ماشيه. طبعا الرسمه دي المفروض تتعمل طبعا على الكاد، يعني لو انت بس عايز تعمل سنجل لاين دياجرام، بس ده كان وايرنج دياجرام للسيستم يعني، مش سنجل لاين دياجرام، فانا ما عملتهاش على الكاد. تمام. طيب كان باختصار شديد جدا، لو انت جيت تبص، انت عندك تو سترنجز، سترنج واحد وسترنج اتنين، متوصلين مع بعض على التوازي عشان يعملوا الاري بتاعتك يعني. ماشي كده. طيب الكابلات الدي سي، خلاص كابلات دي سي، طبعا انا كنت مسيز الكابلات كانت 4 مللي، يعني كانت 4 مللي كافي جدا يعني، كانت دي سي كيبلز. بيبقى طبعا الكابل طبعا سنجل كور، كابل دي سي مفيش اي مشكله فيه، انا مش حاطط فيه الارسنج يعني، خلاص. فكان كابلات، خلاص مش الواح، تمام، الكابلات انت شايفها. بعد كده طبعا بيكون الكومباينر بوكس، الدي سي كومباينر بوكس ده عباره عن ايه يا جماعه؟ هو عباره بقى لوحه، اللوحه دي موجود فيها ايه؟ اللوحه دي موجود فيها دي سي فيوزز، ادي فيوز اهو، بيكون فيوز بالهولدر بتاعه، فيوز بالهولدر بتاعه، وشويه بسبرات، بسبار اهو، بسبار اهو كمان، تو بسبارز يعني زي ما انت شايف كده، ودي سي بريكر، بس كده خلاص. ده كده يا جماعه هو ده بنسميها الدي سي كومباينر بوكس، الجزء ده بتاعي ده هو ده كده الدي سي كومباينر بوكس بتاعي. طب بعد كده الخارج الدي سي اللي جاي لي من الالواح، ده كده الخارج الدي سي اللي جاي من الالواح، ببدا اخد الخارج الدي سي اللي جاي من الالواح ده وابدا ادخله على البي في انبوت اللي موجود عندي في الانفرتر. طب الانفرتر اصلا فيه كام، فيه كام انبوت، فيه كام انبوت وكام كام اوتبوت؟ بص هو بيكون فيه انبوت لل انبوت بالنسبه للالواح، يعني دخل الالواح هنا كدي سي موجب سالب، فانت بتدخله وتيجي تربطه هنا، وبيكون ايضا في انبوت، او عايز تقوله انبوت ماشي، عايز تقوله اوتبوت ماشي، عشان البطاريه بتشتغل انبوت واوتبوت، يعني بتشتغل اوقات بتشتغل على انها تشحن واوقات تفرغ، فهي انبوت واوتبوت في نفس الوقت. فالموجب والسالب بتاع البطاريه ده ايضا هتلاقيه تو ترنلز موجودين عندك يعني. وبعد كده في الانفرتر اوتبوت، في الاوتبوت بتاع الانفرتر بيكون طبعا فازه مثلا نيوترال، تمام، هو غالبا بيبقى سنجل فيز يعني، غالبا الانفرتر، الانفرترات اللي هي الاوف جريد بتبقى سنجل فيز، في 3 فيز بس ما اعتقدش ان هو مشهور قوي يعني، غالبا سنجل فيز عشان هو الاوف جريد اصلا ما هوش اقتصادي، فاحنا بنستخدمه على سكيلز صغيره يعني، حاجات صغيره، تمام. طبعا ده شكل الانفرتر واقعي، مش حاجه اي كلام يعني، تمام. جروات الشركه المصنعه او البراند بتاعه هو جروات، وبرده المفروض بيكون في يا جماعه انبوت كمان، انبوت كمان اللي هو بتاع الديزل، انا ما حطيتوش، ما حطيتوش عشان انا ما كنتش مصمم السيستم بتاعي ان هو يكون في ديزل، بس لو ان في ديزل عادي في مكان ليه يعني، عشان بس ما تتخيلش ان الموضوع بعيد، لا موضوع بسيط، بيكون في 3 فيز بالنسبه للديزل، بيكون في دخل كمان 3 فيز في الانفرتر يعني، تمام. طيب طبعا البطاريات هما كانوا 4 بطاريات، انا كنت موصل بطاريتين على التوالي، يعني كنت موصل دي كده على التوالي مع دي، وبعد كده ودول على التوالي، اتنين دول على التوالي، وبعد كده موصلهم على التوازي. فاللي هو انت بتتكلم تقريبا في 24 فولت، كان الجهد 24 يعني، ده جهد السيستم 24، فكان المفروض الجهد بتاع الانفرتر ده 24، اللي هو الداخل 24، او التشارجر يعني 24، خلاص، واللي داخل برضو الانفرتر هو 24، بس طبعا داخل الانفرتر بيبقى جوه الجهاز نفسه مش بتاعتنا يعني، خلاص. فانت طبعا انت بتختار بتربط البطاريات مع بعض بيزد على الانفرتر بتاعك، يعني الانفرتر مثلا عايز 24 فولت، خلاص ربط البطاريات مديني 24 فولت بس. وبعد كده طبعا باخد، طبعا بطلع الاي سي، باخد فازه ونيوترال، الفازه والنيوترال دول بروح انا اعمل اي سي ديستريبيوشن بورد، بعمل طبعا اي سي بروتكشن، بحط سيركت بريكر ولا حاجه ولا فيوز، كلام بسيط يعني، وممكن اعمل اي سي طبعا كده كده اصلا بالفعل هيكون في اي سي ديستريبيوشن بورد اللي هي لوحه التوزيع بقى عشان اوزع على الاي سي لودز بتاعتي، خلاص. فده كان سيستم بالفعل هو اوف جريد سيستم من منظور واقعي شويه، ده انا كنت مصممه يعني. طيب غالبا يا جماعه عشان برضو الناس تبقى متخيله، الاوف جريد سيستم ده ما هواش سيستم بنستخدمه في السكيلز الكبيره يعني، لا هو تقريبا مثلا الماكس بتاعه كان تقريبا في 10 كيلو، نتكلم مثلا في حاجه صغيره جدا يعني، تمام. طيب فغالبا الاوف جريد ما هواش سيستم يعني انت مثلا تستخدمه عشان تغذي حاجات كتير، لا هو مثلا اصلا هو مش اقتصادي اصلا، هو احنا بنستخدمه، بص زي ما انا قلنا قبل كده، يا اما بنستخدمه في الريزيدنشال وعلى قد حاجات بسيطه، لا اما انت نائي مثلا بعيد، انت في منطقه بعيده اصلا ومش قادر، مش قادر شركه الكهرباء ما وصلتلكش
والديزل هيبقى غالي عليك قوي مثلا، او هو ارخص حاجه بالنسبه لك مثلا هي هتبقى الاوف جريد مثلا، فبنستخدمه بس. فالريتنج ما بتبقاش كبيره يعني، ممكن مثلا نستخدمه برضه مثلا في ابراج مثلا اتصالات مثلا، برضه ابراج الاتصالات برضه بتستخدم حاجه زي كده، تمام، اوف جريد سيستمز، مع ان ورا الشوارع الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده يعني. بس انا غالبا يعني عايز اقول لك ان الاوف جريد سيستم الريتنج بتاعته ما بتبقاش كبيره، وبالتالي الريتنج بتاع الاوف جريد انفرتر اللي هو اصلا هيحدد يعني الريتنج بتاع السيستم بتاعك كله، تقريبا مثلا الماكس الموجود في السوق ب 10 كيلو يعني، ما بينزلش على 10 كيلو تقريبا، ولو في ازيد هيبقى 3 فيز وليس سنجل فيز بقى، تمام. بس غالبا يعني هي دي اقصى حاجه. لو انت مثلا عايز تربط يعني، انت عايز تعمل سيستم اكبر من كده، تضطر بقى ان انت تجيب كذا انفرتر وتوصله مع بعض على التوازي. مفيش مشكله ان انت توصل مع بعض، اصلا التكلفه بتبقى خزعبليه اصلا في السيستم ده. انا عايز اقول لك مثلا ان السيستم ده البطاريات لوحدها اصلا بتضاعف سعر السيستم، فاللي هو وبطاريات مثلا محتاج تتغير كل 3 4 سنين، او ممكن كمان كنت تبقى كل سنتين، ده على حسب استخدامك للبطاريات. فالسيستم ده سيستم في السحاب، ما بنستخدموش الا للضروره القصوى، الا لما يبقى هو السيستم ده هو افضل ايكونوميك سوليوشن عندي، تمام، مقارنه بكل السوليوشنز التانيه. بس ده الحاجه الوحيده اللي انا هستخدمه فيها يعني. طيب بعض المعلومات برضو الموجودة عندك في الكتاب اللي الدكتور برضو قالها لك، بيقول لك ان البي في سيستمز هي موديولر باي نيتشر، the systems can be readily expanded and components easily repaired or replaced if needed. طيب يعني باختصار شديد جدا انه عايز يقول لك ان احنا ممكن نعمل اكسباندنج لل، بصوا يا جماعه احنا ما نقدرش نعمل اكسباندنج بالمعنى الحرفي يعني. يعني مثلا لو انا مثلا عندي مثلا المحطه 5 كيلو مثلا، اوف جريد 5 كيلو، وانا عشان اعمل لها مثلا اكسباندنج ل 10 كيلو، ماشي يعني. انا هقول لك ان في حاجات يعني انا اقدر اكسباند ببساطه، ان انا مثلا هجيب انفرتر كمان، خد بالك، واوصله على التوازي، واجيب شويه الواح واوصله، والدنيا تمام، مش في اي مشكله يعني، الكلام مظبوط. ولكن مثلا في بعض الحاجات اللي انت ممكن تغيرها، زي مثلا ممكن بقى تضطر مثلا تعمل كومباينر بوكس ولا حاجه، تضطر تعمل مثلا تغير الديستريبيوشن بورد بتاعتك يعني، في حاجات هتتغير. الموضوع مش وردي خالص كده، اللي هو ايه، ان انت مثلا هتيجي عايز تبدل حاجه فتبدلها بسهوله كده يعني. بس ماشي، طب الكلام برضو مش غلط خالص يعني، كلام منطقي برضو. الكومبوننتس ويل very somewhat depending on the type of application. طبعا اكيد يعني، اكيد طبعا على حسب الابلكيشن بتاعك الكومبوننتس اللي تستخدمها هتختلف، ده منطقي اكيد طبعا. لو انا مثلا بستخدم لو انا مثلا لو انه بامبنج سيستم، غير لو هو اوف جريد ريزيدنشال سيستم، غير لو هو مثلا اوف جريد بس لايتنج سيستم، نظام اناره، نظام اناره، او ان هو مثلا هايبريد سيستم، او قد يكون مثلا جريد كونكتد، فديبندنج على نوع السيستم اللي هيستخدم طبعا بيكون الكومبوننتس بتختلف. ده كلام مش مستغرب يعني. طيب بعد كده في ترم كده، ترم عندنا اسمه البالانس اوف سيستم. الترم ده هو باختصار بيشير الى ايه؟ قال لك ما اقول لك البالانس اوف سيستم ده بينكليود او بيرفير يعني بيشمل كل السيستم كومبوننتس ما عدا البي في موديولز، ما عدا الالواح الطاقه الشمسيه. طب هو مثلا بيأكونت لايه؟ بيأكونت مثلا للاوف جريد انفرتر، بيأكونت مثلا للكابلات. شوف بقى، تعالى بقى البالانس اوف سيستم كومبوننتس، الكومبوننتس اللي موجوده عندي في الفكره دي بتشمل ايه؟ بتشمل الفيوزات والديسكونكت سويتشز اللي هتحمي السيستم. يعني من نقدر نقول جميع في الدي سي فيوزز وجميع البريكرز اللي هتستخدمها، جميع الماونتنج ستراكشر اللي هو الشاسيهات بقى اللي انت هتثبت عليها الالواح، الانكلوجرز مثلا، الانكلوجرز مثلا بتاعت مين؟ بتاعت مثلا البانلز بتاعتك كده، الوايرز اللي انت هتستخدمها اللي هتربط الكومبوننتس الهارد والكومبوننتس بعضها، اللي هي مثلا بتبقى مثلا وصلات الام سي 4 على سبيل المثال، الام سي 4 كونكشنز كونكتورز مثلا تستخدمها،
الكومباينر بوكس اللي هو السويتش جير، يعني هم مسمينه سويتش جير، هو مش سويتش جير يعني، مش حاجه كبيره، هو كومباينر بوكس بسيط يعني. طيب او بانل عاديه خالص يعني، تمام، ديستريبيوشن بانل او بروتكشن بانل بسيطه جدا يعني، ماشي، عايز اسمي سويتش جير برضه مش مشكله يعني. الجراوند فولت ديتكتورز اللي هي ماشي، جراوند فولت ديتكتورز، اللي تشارج كنترولر، طبعا تشارج كنترولر كده احنا عارفين اصلا مدموج مع الانفرتر، اي كنترول موجود عندك بقى مفيش مشكله. البطاريات لو في عندك مثلا نظام مثلا يعني ميتر ولا حاجه، عداد، نظام مثلا بيمونيتور مثلا، بيتابع مثلا السيستم او حاجه، كل ده تكلفه يا جماعه، كل الكومبوننتس المختلفه ما عدا الالواح، ده اللي هو البالانس اوف سيستم. طب يا ترى مين تكلفته اعلى؟ هل يا جماعه تكلفه البالانس اوف سيستم كومبوننتس اعلى من تكلفه البي في موديولز؟ قال لك بص، ده على حسب السيستم، ده على حسب مين؟ ده على حسب السيستم. فلو ان انت بتتكلم مثلا عن اوف جريد، فتقريبا تقريبا تقريبا البي في هتبقى 50% والبالانس اوف سيستم الباقي يعني بقيه الكومبوننتس كلها هتبقى 50%. لكن لو انت بتتكلم بقى، لو انت بتتكلم بقى عن، ركز، لكن لو انت بتتكلم، احنا كده قلنا الاوف جريد، لكن لو انت بتتكلم على الجريد كونكتد، فلا، في الجريد كونكتد حضرتك بتلاقي الجريد او البامبنج، بتلاقي ان البالانس اوف سيستم ما هو الا تقريبا من 20 ل 30% بس من تكلفه السيستم. طب بقيه التكلفه بتروح للالواح، البي في تقريبا بيشكل 70% ل 80%، 80% من الكوست بتاعتك، ده بالنسبه للجريد كونكتد او البامبنج سيستم. طب واحد يقول لي، طب هو ليه تكلفه البالانس اوف سيستم كبيره في الاوف جريد؟ اقول له علشان البطاريات، البطاريات دي كارثه اصلا يعني. انت تعرف لما تيجي تقارن نظام الجريد كونكتد والبامبنج دول، تيجي تقارنهم مثلا بالاوف جريد، تلاقي الاوف جريد نظام فاشل اقتصاديا. لو ان مثلا نظام جريد كونكتد يعني هيحقق نفس القدره، يعني نفس المحطه بنفس القدره، او نفس مثلا محطه البامبنج بنفس القدره مثلا، بس تعملها جريد او بامبنج، هتلاقي مثلا تكلفتها مثلا مليون، مثلا مليون جنيه مثلا. فلو انت مثلا هتروح تعملها مثلا اوف جريد، بتتكلم هتبقى 2 مليون او 3 مليون، تخيل اصلا ممكن الضعف ده، الضعف ده بس عشان قصه البطاريات يعني، تمام. فالحوار بيبقى افور في الاوف جريد، تمام. طبعا هو المقارنه بعيده شويه، عشان طبعا مفيش حاجه اسمها اوف جريد سيستم ب 2 مليون اصلا، يعني اصلا مفيش اوف جريد سيستم انا هعمله بكل الكميه المهوله دي، تمام. طيب فالبالانس اوف سيستم مش بالضروره اكونت للهاف سيستم كوست، طبعا هو الدكتور حطها كده، لكن هو يقصد طبعا، وهو فاهم هو يقصد ايه، هو يقصد لك الاوف جريد بي في سيستم، هو كان اصلا الكلام كله اصلا كان على الاوف جريد، فهو يقصد يقول لك ان في الاوف جريد باور سيستم البالانس اوف سيستم ده، البالانس اوف سيستم ده بيأكونت للهاف كوست بتاع السيستم، خلاص، ده في الاوف جريد بس. لكن لو انت بتتكلم على البامبنج او بتتكلم على الجريد كونكتد، لا، البالانس اوف سيستم من 20 ل 30% ماكسيموم، ماكسيموم كده، يبقى احنا كارمنهم جدا يعني. اصلا الجريد كونكتد انفرتر او البامبنج انفرتر رخيص جدا، وبقيه الكلام ده كلام فاضي يعني. ما انت بتتكلم في الماونتنج ده سعره رخيص، والفيوز كل ده سعره اهبل يعني. هو انت عندك اللي معلي بس البالانس اوف سيستم في الاوف جريد هو البطاريات، مش اكتر من كده يعني، خلاص. طيب انا عامل لك الشكل ده برضو بحيث ان انت كميزان يعني، وتبقى انت فاهم برضو بالنسبه ده لو هو اوف جريد يعني. اوف جريد هتلاقي ان 50% 50% الميزان متساوي زي ما انت شايف، الميزان متساوي بمعنى ان البانلز، واخد بالك ازاي، متساويه مع البالانس اوف سيستم كومبوننتس، يعني البطاريات والماونتنج ستراكشرز والاوف جريد انفرتر، الحاجات بقى البراكتيكالي موجوده في الواقع، هتلاقي ايه؟ هتلاقي البطاريات، هتلاقي الماونتنج ستراكشر، الشاسات اللي بتتركب على الالواح، الاوف جريد انفرتر كيونت واحده، الدي سي اي سي كيبلز، الكابلات والكونكتورز اللي انت هتستخدمها، الدي سي كومباينر بوكس والاي سي بروتكشنز. مفيش اصلا اكتر من كده في ارض الواقع يعني، اللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك يعني. لكن طبعا كل الكلام ده موجود يعني، كلام الدكتور كاتب كله صح موجود، هو بس مفرده لك يعني، في حاجات هو مفردها، تمام، الكلام كله صح، مش اي مشكله يعني، خلاص. طيب
فده بالنسبه لي في الاوف جريد. طبعا الميزان زي ما انت شايف حضرتك متساوي وحاجه كويسه. طيب هو المفترض بقى الدكتور يعني، بس كانت المحاضره مش متنظمه شويه، فانا ما كنتش فاهم بصراحه. هو انا طبعا بحاول امشي بترتيب المحاضره بحيث برضو انت البوصله ما تضيعش منك يعني. طيب انا مش عارف الكلام ده احنا قلناه ولا ما قلناهوش، بس خلينا نقول يعني ان احنا كنا عايزين نتكلم شويه عن الديزايننج والسايزنج بتاع الستاند الون بي في سيستم. طيب هو ماشي، تعالوا نقول تاني يا جماعه الاوف جريد باور سيستم بيتكون من ايه. الاوف جريد باور سيستم بيتكون تاني من الباور جنريتور او اللي هي البانلز بتاعتك يعني. بيتكون برضو معاك تاني من بطاريات طبعا بالشحن بتاعها، انفرتر، بلوكنج دايت، ده مش ما عادش موجود براكتيكال يعني، مش موجود كلام كده على ورق دلوقتي. ما فيش يعني بلوكنج دايت ده مثلا ممكن كان من 20 سنة ولا حاجة أو من 10 سنين، مش حاسس ما بلوكنج دايت يعني كيكا أصلا. الستاند ألون أو الأوف جريد انفرتر ده حاجة كده فيري فيري سمارت يعني، بتفكر كمان فقشطه يعني، مش محتاجين الكلام ده اصلا. الباك اب ديزل جنريتور ماشي خيار برضو، ده تاني يا جماعه مكونات الاوف جريد باور سيستم. خلاص برضو انا عيدك اقول ان الانفرتر والشاحن بيكونوا حاجه واحده، باكد عليك تاني مفيش بلوكنج دايت. طبعا مفيش حاجه اسمها بلوكنج دايت في الواقع يعني، كده كده اصلا الاوف جريد انفرتر بيعمل كل حاجه. طيب من وجهة نظر عملية شوية، فأنا أسهل مثلا لو أنا مثلا أنت بتسألني مثلا هو الأوف جريد سيستم ده بيتكون من إيه؟ هقول لك والله يا باشمهندس هو بيتكون من سولار بيف ميديو، شوية ألواح، بيتكون من شوية شاسات هتثبت عليهم الألواح، شوية كابلات دي سي، حاجة اسمها دي سي كومباينر بوكس حماية يعني ناحية الدي سي، أوف جريد بي في إنفرتر، إنفرتر أوف جريد، بطاريات بقى حسب النوع زي ما أنت عايز، لسه مقاين يتقاسد اللي أنت عايزه هاته، مش تفرق معانا كتير يعني. حسب البادجت بتاعتك، شويه اي سي كيبل، شويه كابلات اي سي، وشويه بروتكشنز اي سي، وباك اب جنريتور يعني لو انت عايز كجنريتور اوبشنال يعني، حاجه براحتك مفيش مشكله يعني. بس ده كده يا جماعه الاوف جريد باور سيستم، مفيش حاجه تانيه. هو ده كده المكونات بتاعت اوف جريد باور سيستم كلها. ممكن مثلا شويه كابلات تقريض ولا حاجه علشان نقرض مثلا ال اجسام الالواح والكلام ده، مش مشكله عادي يعني، دي بسيطه يعني، حوار التقريض ده ما هوش قصة برضه. خلاص طيب في الاوف جريد باور سيستم بقى، في الاوف جريد باور سيستم اللي احنا عمالين نرغي فيه دون، الانرجي اللي اللود بيحتاج، لازم طبعا يكون في بالانس يا جماعه ما بين الانرجي اللي بتتولد واللي بتضيع مثلا واللي اللود عايزها. اللود عايز انرجي مثلا، لازم الانرجي اللي لود عايزها بالاضافه لللوسز، الاضافه لنفقيه يعني، انا هشيل اللوسز دي من هنا كده خلاص واودي اللوسز الناحيه التانيه، فيبقى اللود الانرجي بتاعت اللود زائد الانرجي اللي بتضيع في السيستم بتضيع في اي حته، تمام كده. المفترض يا جماعه ان هي تتساوى مع كل مع الجنريشن يعني، اللود الحمل يساوي الجنريشن يساوي اللود، ده البالانس عشان السيستم يكون متزن. خلي بالك ازاي، فيبقى يبقى الانرجي بتاعت الطاقه الشمسيه والانرجي اللي جايه من البطاريات والانرجي بتاعت كل ده مجموع كده يتساوى مع الانرجي بتاعت اللود زائد اللوس. خلاص خلاص كده، ده كده مبدا اللي هو اللي هو بتاع البالانس، انرجي بالانس يعني. يقول لك طبعا الاي لود، خلاص دي الاي لود، دي طبعا الاي الانرجي اللي جايه لك من الطاقة الشمسية، دي الانرجي جات من البطاريات، دي الانرجي جات من الديزل لو انت باك اب ولا حاجة، دي اللوسز اللي بتضيع في السيستم. طيب طيب طبعا احنا مش هندخل بقى في تفاصيل يعني، انا مثلا مش هدخل لك في تفصيل ازاي تحسب الانرجي بتاعت البي في، او مثلا ازاي تحسب الانرجي بتاعت اللود، ازاي تحسب الانرجي بتاعت الانرجي بتاعت كده هناخدها، لكن انرجي البطارية برضه الانرجي بتاعت البطارية كل ده سهل تحسبه، مفيش اي مشكلة فيه تمام كده. لما نوصل لاي حاجة عايز تحسبها هحسبها لك، مفيش أي مشكلة. بس في مشكلة بالنسبة للإنرجي بتاعت البي في، تحسبها إزاي؟ بص هو الإنرجي عامة هي باور في تايم يعني تمام،
فماشي احنا على فكره بنقدر نحسب برضه الانرجي بتاعت البي ببساطه، يعني ان احنا بنضرب مثلا الماكسيمم باور بتاعتنا في حاجه اسمها البيك سان اورز بتاعتي، البيك سان اورز. فلما بضرب الباور في البيك سان اورز بتديني الانرجي خلاص. طيب سيبك من القصه دي، انت ممكن تعمل حاجه تانيه. قانون الدكتور مديهولك في المحاضره، ان لو انت عايز تجيب الانرجي مثلا خلال فتره معينه، فانت بتضرب الاريا بتاعت الالواح، الاريا بتاعت الالواح كلها مضروبه في كفاءه الالواح. طبعا كفاءه الالواح ما كلها واحد، ما انت مثلا عندك كلهم اصلا، انت تخلي بالك انت لازم كل الالواح تبقى نفس النوع بنفس الفولت بنفس نفس كل حاجه. فانت بتتكلم في ان الكفاءه هي واحد في الاخر، فكفاءه لوح هي كفاءه الاري، هي نفس الكفاءه في كل حاجه. فكانت كامل بقى الريديانس، طبعا الريديانس متغير مع الزمن، فتكامل الريديانس اللي متغير مع الزمن ده خلال الزمن اللي انت عايزه من صفر لحد ما انت عايز. بس فلو عملت القصه دي يديك الانرجي خلال فتره معينه يعني. طبعا احنا عمرنا بنستخدم القانون ده واقعا يعني، بس ايه طالما موجود عندك في الكتاب فانت في المحاضره فانت اعرف الايه، اعرف هذا القانون. طيب طبعا يا جماعه كل مكونات السيستم، خاصة مثلا اللي مثلا بيكون نظام الاوف جريد ده مثلا، لازم المكونات بتاعته دي، او على الاقل يعني بلاش مكوناته، على الاقل الحاجات اللي بتتحط في الهواء وممكن مثلا تتعرض لمطر او غيره وغيره، لازم تبقى معزولة عزل تام عن الاتربة والمطر والكلام ده. يعني يا جماعة الحاجات اللي هتعرض لاتربة وتعرض مثلا لرياح والمطرة لازم تكون محمية تماما ضد الظروف البيئية دي، صح كده؟ لازم تتحمل الظروف البيئية دي. فلما اجي مثلا اكلمك على اللوح نفسها، اللوح نفسها اصلا بتبقى يعني اللوح نفسه كده كده اصلا اللوح بيكون لو احنا بنتكلم مثلا على البي في سيل، السيل نفسها الخلية نفسها بتبقى اصلا معمولة لامينيشن كده، او معمولة بحيث ان هي في ازاز وفي حاجات كتير او بتحميها يعني. مفيش اي مشكلة من ناحية اللوح نفسه، كده كده السيلز محمية. فهي المشكلة يا جماعة زي ما انا بقول لك كده، انه لازم طيب خلاص اللوح مفيش فيه مشكلة. طب بالنسبة للوصلات، هو مش فيه وصلات يعني؟ مش اللوح ده، مش كل لوح طالع منه موجب وسالب؟ اه طيب مش الوصلات دي لازم تبقى معزولة؟ قال لك اه طبعا. امال ايه؟ قال لك بص بقى، اساسا اللوح اللي قدامك دون تمام، بيكون وراه المفروض هنطلع وصلتين موجب وسالب، يعني هنطلع موجب بعدين زي تمام، هنطلع طرف موجب وطرف سالب، صح كده؟ طيب قال لك ماشي. طب هو بيكون في كونكشنز، وبيكون في كون يعني اصلا السيلز دي بتبقى كونكتد مع بعض، مفترض ان احنا يعني بنكونكت كمان ما يعرف بيه الباي باسنج دايت. ففي حاجه اسمها الجانكشن بوكس. الجانكشن بوكس ده بيكون في ظهر اللوح كده تمام، هو في كل الوصلات الكهربائيه الموجوده عندك. طيب الجانكشن بوكس ده بقى معزول عزل تام، الاي بي بتاعه اصلا 67، معزول ضد الاتربه ومعزول ضد الميه ضد كل حاجه. تخيل انت اساسا، عشان بص الجانكشن بوكس ده بيبقى شكله عامل كده، بيكون جواه الوصلات بتاعتك وجواه ما يعرف بالباي باسنج دايتس اللي هو بيحميك في الشيدنج طبعا، بروفايد بروتكشن في الشيدنج، او بيقلل بلاش بروتكشن يعني، هو بيقلل تأثير الشيدنج يعني. ده باختصار عشان احنا نبقى منطقيين في الكلام. في الاخر بيطلع لك طرفين، طرف موجب وطرف سالب. طبعا ما تستغربش ان الطرفين معمولين بالشكل الغريب ده، الواسطة الغريبة دي اللي احنا بنسميها الام سي 4 كونكتور او ام سي 4 كونكشن. طيب الواسطه الغريبه دي الهدف منها هو البروتكشن برضو، عشان الاي بي بتاعها يبقى برضو 67، ما يتسربش ليها ميه، ما يتسربش ليها تراب، اي حاجه من الحاجات دي تمام. فلازم الكونكشنز كلها تبقى محميه ضد ميه ضد اي حاجه تمام ممكن تدخل ليها. طيب من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها، ان انت اللوح دون علشان ياخد ابروف، عشان هيئه انت بتجيب تجدده مثلا توافق عليه، عشان مثلا اللوح ده صيني بقى، اللوح ده مصري، اين يكون اللوح ده مين اللي صنعه بالظبط، مش قصتي. اللوح ده بتعمل عليه اختبارات، بتعمل عليه تيستس. من ضمن الاختبارات اللي بتعمل عليه دي، ان هم بيقوموا حاطين اللوح ده تحت الميه لمده كبيره علشان يشوف هل الجانكشن بوكس ده
اللي هو فيه الكونكشنز الكهربية، هتسرب له مية ولا لا، عشان يتأكد تماما ان الجنكشن بوكس ده اصلا اي بتاعه 67 ولا يمكن يتسرب له مية. فانت ما تقلقش، كده كده كل الوصلات الكهربية بتاعت اللوح نفسه بتبقى اعلى اي بي، وبتبقى بروتكتد، خد بالك ازاي، ومفيش اي مشكلة من الناحية دي. طيب امال قلق منين بقى؟ قال لك المشكلة بقى هنا في الكابلات. انت مش انت مثلا دلوقتي عندك لوح، وعندك لوح تاني ولوح تالت ولوح رابع ولوح خامس ولوح سادس، هتوصلهم مع بعض تمام كده. طب مش لازم التوصيلات دي تبقى من خلال كونكشن، الكونكشن دي او كونكتور، الكونكتور دي الاي بي بتاعها 67، يعني الاي بي بتاعها عالي جدا بحيث ان هي ما تسربش. قال لك اه طبعا بنستخدم الام سي 4 كونكشن كونكتور، الام سي 4 كونكتور قدامك اهي زي ما انت شايف، طبعا هي محميه تماما، الاي بي بتاعها 67 برضو، بحيث ان احنا ما يكونش في اي تسرب لميه لتربه لاي حاجه اللي ممكن تسبب مشاكل عندي تمام. طيب مش كده وبس، ده كمان الكابلات الدي سي اللي استخدمها في ان انا اربط الالواح دي ببعضها. يا جماعه ما بستخدمش كابلات دي سي كده اي حاجه، لا بستخدم كابلات دي سي بالنوع خاص. الكابلات اللي انت شايف مثلا دي كابلات اعتقد اتش اس الماني، يعني اللي عليه ده كده كده الماني صحيح، ده اتش اي اس الماني اعتقد، ده الماني ايوه. طبعا ده الموجب بتاعك وده السالب خلاص. الكابل ده يا جماعه زي ما انت حضرتك شايف بيكون سنجل كور، طبعا هو كور واحد بس، ده دي سي اصلا دبل ايزوليتد، وكمان بيكون في شيز كيبل. طبعا هو قادر على ان هو يوز ستاند الانفيرمنتال كونديشنز، بيوز ستاند طبعا بيتحمل يعني الانفيرمنتال كونديشنز، بحيث ان هو ما يحصلوش تآكل، ما يحصلوش، ما فيش مثلا ميه توصل له، ما يبصش، لانه طبعا محطوط مثلا في هواء والخ الخ. فاحنا طبعا بنستخدم كابلات كويسه دي سي كويسه ان هي تتحمل كل ده وتعمل مينيمايزيشن لو مثلا ايرث فولت ولا شورت سيركتس بقى ولا ايا يكن يعني خلاص. طبعا كابلات يعني ده طبعا كابلات واقعيه شويه، ده مثلا كابلات مثلا يعني الكابلات الدي سي موجوده تقريبا بتبقى غالبا 6 مللي اعلى حاجه اعتقد، يعني اعلى من كده بنستخدم كابلات اي سي في الغالب، يعني كابلات دي سي مش متوفر منها سايز يعني مقاسات كتير يعني، او كروس سيكشن اريا كتير، لا هي بتبقى حاجات معينه خالص. طيب مثال بسيط عشان برضو بالمثال زي ما احنا بنتضح، عشان برضو الامور تتضح لك. يعني لو انا مثلا عندي لوح، ادي لوح اول وعندي لوح تاني اهو، انا عندي لوحين اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، لوح اول ولوح تاني، و طبعا كل لوح طبعا طالع منه موجب وسالب، موجب وسالب، موجب وسالب تمام كده، وانا عايز اعمل كونكشن الاثنين دول على التوالي مع بعض. بص بقى لما باجي اكونكت الاثنين مع بعض بكونكت عن طريق الام سي 4، ام سي 4 تمام كده، بكونكت عن طريق ام سي 4، ام سي 4، ام سي 4، والكابلات نفسها محميه، محميه من الاتربه ومن الغبار والكلام ده، اذا كل والجنكشن بوكس نفسه محمي، اذا كل حاجه في اللوح بتاعي او كل حاجه في السيستم بتاعي اللي معرضه للاتربه او معرضه للبيئه المحيطه او كده هي محميه حمايه تامه. طب بالنسبه للانفرتر، لا الانفرتر لسه هنتكلم فيه، الانفرتر على حسب، في انفرترات مثلا ممكن يبقى الاي بي بتاعها مثلا قليل، ما ينفعش، لازم مثلا لو هي اتحط مثلا في مكان مفتوح يبقى لازم تعمل لها لوحه خاصه والاي بتاعها بتاع اللوحه دي عالي. او ان مثلا لو ان انت مثلا بتكلمني على لو انت مثلا بتكلمني على ممكن مثلا بقى لو انت مثلا الاوف جريد انفرتر ده او اي انفرتر ايا يكن مثلا، ممكن تحطه مثلا اندور، ما يبقاش اوت دور، يعني ما يبقاش مثلا في مكان مفتوح ممكن يسقط عليه ميه او كده، فعادي حتى لو القلب بتاعه صغير، ما انت كده اصلا في مكان محمي يعني تمام. بس ف يعني ديبندنج بقى على الاي بي بتاع الانفرتر بتاعه خلاص كده. طيب طيب ماشي، بصوا يا جماعه، طيب خلينا نكمل. بالنسبه لنظام الاوف جريد يا جماعه، هو نظام مشكلته الاساسيه او المين بروبلم بتاعته بتكمن في السعر بتاع البطاريات، وكمان مش كده وبس، ده تخيل ان البطاريات دي اصلا عمرها الافتراضي بيعتمد على استخدامك ليها. يعني انت مثلا
لو انت مثلا بتشحن البطارية وتفرغها مرتين في اليوم مثلا، مرتين في اليوم كده العمر الافتراضي مثلا هيقل النص. ده اساسا ده لو انت بتشحن وتفرغ البطارية كل يوم، يعني تشحن وتفرغ هي سايكل واحدة يعني خلال يوم واحد مثلا، فممكن مثلا اصلا البطارية ما تقعدش معاك سنة ونص. يعني لو قعدت ساعة ونص يعني تبقى دي بطارية كويسة يعني، تمام، ممكن سنتين ولا حاجة. فاستخدامك للبطارية هو بيحدد، وبعد اصلا حتى لو انت استخدمتها كويس بعد 3 4 سنين هتتغير، فتكلفة بنت لذينة، تكلفة بنت لذينة خالص يعني. فالاوف جريد سيستم ما هوش احسن حاجة بسبب بطاريات، هو سيستم سيء من ناحية الجدوى الاقتصادية يعني. لا برضه احنا بنقارنه بالسيستم التانية ونشوف مدى جدوته، قد يكون مجدي وقد يكون مثلا احنا نعمله كومباينيشن يعني، مثلا يبقى مثلا هايبريد ولا حاجة. الناس معايا؟ طيب بعد ما معلومات عن البطاريات، طبعا البطاريات يا جماعة المفروض ان هي بتخزن لي طاقة اثناء النهار، تمام كده، وبتدي لي الانرجي دي لو انا محتاجها اثناء الليل، او الباور اللي انا عايزها يعني اثناء الليل. طبعا خلي بالك برضو انه كل مرة البطارية بتتشحن مثلا بتفرغ، مش كل الانرجي بنعرف استفيد بيها، لا بيكون في جزء مفقود. انا عمري ما هقدر استفيد بكل الطاقة اللي اتخزنت فيها طبعا، ده لا يمكن، لازم بيكون في مفاقيد سواء اثناء التشارجنج او الديسشارجنج يعني اثناء السايكل على بعضها. طبعا البطاريات بقى يعني على حسب البطارية انت جايبها برضه، ما هو انت مثلا في انواع كتير من البطاريات، في عندك ليثيوم ايون، في ليد اسيد، وليد اسيد اصلا في انواع، ده اشهر حاجتين يعني بيستخدموا في الطاقة الشخصية. البطاريات برضو في حاجات كتير قوي بتختلف فيها، انت مثلا بتفرغها لحد قد ايه الديبس اوف ديسشارج، يعني انت مثلا بتفرغ مثلا يعني انت مثلا بتفرغ 20% منها ولا 50% منها ولا 80% منها، كل ده بيفرق معاك. مع الشحن الريت اوف تشارج بتاعك، بتشحنها بسرعه بتشحنها ببطء، اللايف تايم بتاعها، في حاجات كتير قوي طبعا. البطاريه يعني كده كده اصلا نتكلم عن البطاريات بصوره مستفيضه يعني، تمام. طيب طيب فاولا يعني انا مش عارف انا عايد الكلام تقريبا ولا ماشي، انا ممكن مثلا اكون زودت كام حاجه هنا كده. بص يا جماعه، المين اوبجكتيف بتاع البطاريات في الاوف جريد باور سيستم عامه، او البطاريات عامه يعني في البي في، ما هي اصلا مش بتستخدم في الاوف جريد يعني في ريزيدنشال اوف جريد باور سيستم، هي من اللي بتخزن الطاقه خلال فتره النهار بحيث ان هي تبقى فالد مع او افيلبل معايا يعني فتره الليل، افيلبل بحيث ان انا فترة الليل أقدر إن أنا أستخدم الطاقة دي في إن أنا أغذي الحمل بتاعي. أدي أول جزء عندي. الجزء التاني عندي إن هو أيضا أثناء اليوم، يعني سي مثلا إن أنا أثناء اليوم كان البي في جنريت أو الإنرجي مثلا اللي جاية من الطاقة الشمسية، تمام، كانت قليلة وأنا مثلا عايز إنرجي أكبر شوية، مفيش مشكلة، باخد من مين؟ باخد من البطاريات وباخد من البي في وغذي الحمل، تمام. لو ان مثلا في عندي مثلا مواتير صغيره، طبعا خلي بالك الاوف جريد سيستم ده ما ينفعش استخدمه مع مواتير كبيره اصلا، سيستم فاشل، هو فاشل او مفيش فيه اصلا ستارتر ولا الكلام من ده. فلو انت اقصى حاجه تتكلم في مواتير صغيره، وكمان لو ان مواتير صغيره ما بي ما بي ما بي يعني السيستم ده ما بيعرفش يقومها يعني، بس ماشي. لو مثلا ان هي موتور صغيره وكده، فاحنا ممكن نعمل سبلاينج الستارتنج كارنت بتاعها من خلال البطاريات يعني، البطاريات هتساعد في التيار اللي عايزه الموتور اثناء البدايه. فالبطاريات يعني ليها اكتر من دور، مش بس على قد ان هي بتخزن الطاقه وفتره الليل وتديها لي فتره النهار وتديها لي فتره الليل، لا، وممكن مثلا اثناء النهار نفسه بقى عايز انرجي عادي، ما ممكن مثلا يجي كلاود ولا حاجه، يجي سحابه، يجي مش عارف ايه، وانا عايز حمل دلوقتي فكده يعني خلاص. ممكن مثلا موتور مثلا سمول موتور ولا حاجه بيسحب في مثلا في البدايه رقم معين 3 4 5 امبير، فده رقم كبير مثلا بالنسبه للسيستم، فناخد من البطاريات كده يعني. يعني مثلا بي في ما تقدرش تبروفايد التيار ده في الوقت ده،
فنبدأ طبعا ناخد من البطاريات عشان نغطي التيارات أقرب مجرة يعني. تمام طيب بصوا بقى يا جماعة، يعني احنا انا بس كل الفكرة انا كنت في هنا في الرسمة دي كنت عايز افهمك حاجة، انه انت في الاوف جريد انفرتر ده اللي هو بيكون اليونت دي على بعضها كده بتحدد المود اوف اوبريشن. يعني ايه بتحدد المود اوف اوبريشن؟ يعني انا هضرب لك كام مثال بس عشان تفهم وخلاص، انا هدف بس تفهم نقطة معينة. يعني النقطة اللي عايزك تفهمها باختصار هي ايه؟ سي يا عم ان انت ما عندك او عادي عندك ما عندكش اوبشن جنريتور اصلا، انا بس في الموضوع دلوقتي بس. انت بتحط المود اوف اوبريشن في الاوف جريد انفرتر، يعني مثلا بتقول الاوف جريد انفرتر يشتغل ازاي. تمام، انت بتحط له سيتنج، يعني انت بتسيت السيتنج اللي انت عايزه. ماشي، في مثلا سيتنجز كتيره جدا موجوده في الواقع، يعني من ضمن السيتنجز دي بتبقى ازاي؟ انت بتقول له انا فتره النهار ماله فتره النهار، بتقول له والله بص لو ان انت دلوقتي الحمل مثلا، الحمل سي كان عايز خلينا ناخدها بالتيار اسهل عشان تفهم، يعني ناخدها بالتيار كان عايز مثلا 3 امبير مثلا، ماشي، والسولار بانل مثلا او اللوح مثلا طلع مثلا خليني اقول مثلا اللوح ده كان مطلع 5 امبير. فاللي بيحصل كالاتي، اللي بيحصل كالاتي ان انت عندك السولار بانل دي بتروح تودي اللي بيحصل كالاتي، ان الانفرتر الاوف جريد انفرتر ده بيروح يودي للحمل ال 3 امبير اللي هو عايزه، بس باقي 2 امبير يقوم رايح يبص على البطاريات يشوفها مشحونه ولا مش مشحونه. لو هي مشحونه وفل خلاص ما بيعملش حاجه، يبقى هو اصلا الانفرتر نفسه مش هيسحب غير 3 امبير. هو ماشي، يعني مبدا التيار غلط، مش صح ان انا اخد مبدا التيار، بس انا بس بحاول افهمك يعني. هو الانفرتر نفسه في الحاله دي مثلا هيسحب 3 بس وخلاص، هيست نفسه ان هو ما ياخدش غير 3 بس، هو هيغير نفسه هيتحكم في نفسه بحيث ان هو ياخد 3. تمام طيب. طيب لو ان البطاريات مش شحنه خلاص هياخد بقيه التيار ده يروح يشحن بيه البطاريات، ما عندوش اي مشكله لحد ما البطاريات مثلا تشحن. طيب لو ان احنا سي مثلا ده كله برضو نفس المود اوف اوبريشن، سي مثلا الحمل دون سي مثلا السولار بانل مولده باور او مولده انرجي اقل من اللود عايزه، بيقوم اللود يقوم مثلا الكنترولر ده عامل ايه؟ ياخد كل الباور بتاعت السولار يوديها للحمل، وياخد كل الباور بتاعت البطارية، وياخد كمان باور من البطاريات يوديها للحمل، والبطاريات في الحالة دي تبقى في الديستشارج موت، يعني كأنها بتفرغ يعني، وعندك برضو السولار كله بيودي للود يعني. تمام طيب ايه تاني برضو؟ لو ان مثلا احنا بالليل، لو احنا بالليل او بلاش بالليل، لو احنا الصبح برضو والبيت دون ما هوش عاوز باور اصلا، لو هو مش عايز باور يعني مش ساحب باور خالص، والبطاريات ما هياش 100% يعني الستيت اوف شارج بتاعها ما هياش 100% ما شحنتش الاخر لسه، خلاص السولار بانلز بتاخد وبتشحن البطاريات. مش كده وبس، ده كمان الانفرتر بتاعك ده بيتحكم في البطاريات دي تفرغ قد ايه، يعني مثلا هل احنا نفرغها مثلا لحد ما توصل 20%، يعني نفرغ منها 80%، ولا نفرغ منها كام بالظبط؟ انت بتتحكم براحتك يعني، بحيث برضو ان انت في كل حاجة في ايدك يعني. لو انت بالليل مثلا خلاص، لو انت بالليل مثلا ومحتاج اللود محتاج باور، فهو مثلا بياخد من البطاريات يغذي اللود خلاص. طبعا ده كده دي كلها ده بيكون اصلا اسمه مود اوف اوبريشن، انت بتسيته في اللي هو بيكون مود واحد بيعمل كل ده، واخد بالك؟ مود واحد مثلا بيقول مثلا والله الاولويه لمين وخلاص، وبيشتغل وبيكون هو المصنع شارح لك بالتفصيل الممل على المودز يعني، واللي تختار المود اللي انت عايزه يعني تسيته في الانفرتر. طيب من ضمن الحاجات الاخيره برضه انا عايز اقولها، ان احنا كنا ممكن ندخل اوبشنال جنريتور، والاوبشن جنريتور حاجه جميله جدا يعني، ان انت مثلا بص المود ده عجبني لما شفته. المود باختصار بيقول لك ان انت ممكن تعمل باي باس
للقصه دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو لو عمل سينسنج الانفرتر ده، لو حس ان في باور جايه من الجنريتور ده، ما بياخدش باور من السولار، بيقوم مطلع السولار ده بره خالص، وبعدين ويقوم عامل باي باسنج الانفرتر، يقوم رايح مغذي الحمل بتاعك من الجنريتور على طول. طب وبعدين؟ وبعدين يقوم واخد الانرجي او ياخد باور من الجنريتور ويروح يشحن بيها البطاريات. ايه العظمه دي يا جدعان؟ بس خلي بالك هو طلع السولار بره، ماشي، ايه المشكله يعني؟ والحق كمان ده غذى الاحمال من غير ما يعني غذى الاحمال دايركت من الجنريتور، ماشي، ده مود اوف اوبريشن، حاجه فيري سمارت يعني، حاجه ممتازه جدا جدا جدا. وطبعا ده بيبقى نظام هايبرد يعني. طبعا طول ما الجنريتور ده مقفول، يعني هو مش عامل سنسنج للثري فيز باور عنده، خلاص هو بيكون مفعل مود عادي خالص، اللي هو المودس اللي احنا حكيناها دي. تمام، الموضوع ممتع جدا يعني في قصه ازاي ان انت تفهم الاوبريشن او المودس اوف اوبريشن بتاعت طبعا يا جماعه كل ده بيكون موجود في المانوال بتاع الاوف جريد انفرتر. يعني انا مش بقول الغاز، انت بتفتح المانوال بتاعك بتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله ده بالسيتنج بكل حاجه. تمام، ده الموضوع كبير يعني، موضوع بسيط يعني، مش صعب. تمام، طيب احنا هنتكلم كتير قوي عن البطاريات يعني، بس خليني يعني ايه برضو ما اقول لك يعني، خلينا نتكلم على السريع كده على البطاريات، وكده اصلا جزء الانرجي ستورج هيتناقش بطريقه مستفيضه يعني. مش اي بطاريات والسلام يعني، انا مثلا مش اي بطاريات كده تنفع للسولار سيستم بتاعي يعني. لا، ده اصلا بيكون في بطاريات مخصصه للسولار، بيكون في سيريز مخصصه، بس الشركه بتنزل سيريز مخصصه للسولار مثلا. طيب السيريز مخصصه للسولار دي المفروض يتوفر فيها ايه؟ اولا السيلف ديسشارج بتاعها، السيلف ديسشارج ريت بتاعها قليل، ما تكونش بتهرب شحن يعني، مثلا بتهرب بسرعه يعني، مثلا تشحنها واخد بالك وتسيبها مثلا يوم ولا يومين تلاقيها فرغت مع نفسها، ده هبد ده كده، ده الموضوع كده ما ينفعش. فلازم تبقى السيلف ديسشارج ريت بتاعها قليل. لازم العمر الافتراضي بتاعها يبقى طويل يعني، مش ما يبقاش صغير، لازم يكون لعمر كبير، خد بالك. طيب الدبس اوف ديسشارج بتاعها كبير يعني، انا مثلا ايه اقدر افرغ منها رقم كبير يعني، مثلا مش مثلا افرغ 50% بس، ولا افرغ 50% بس يبقى مستفيد ب 50% من الانرجي بتاعتك، وال 50% مش عارف اخدهم انا، ما انا الدبس اوف ديسشارج ده يعني انا فرغت قد ايه من البطاريه، خد بالك. لازم يكون عالي، لازم مثلا افرغ 80% يعني استفيد ب 80%. تمام، وفي نفس الوقت برضو افرغ كتير وما يتاثر ليش على اللايف تايم يعني، انا لازم تبقى انت ايه كل المميزات فيك يعني. تمام، طيب لازم طبعا التشارجنج افشنسي بتاعتك تبقى عاليه، لازم طبعا كفاءه الشحن تبقى عاليه، ولازم كمان انه كفاءه برضو السايكل كلها على بعضها، الانرجي بتاعتك على بعضها تبقى عاليه. لازم اصلا تبقى فري اوف مينتننس يعني، اصلا مش محتاجه مينتننس اساسا، مش محتاجه اي صيانه عندي. انت مش مهندس هي؟ طب لو لا، لو ده مش موجود لو ايه؟ واحنا هنعمل مينتننس كمان لبطاريه؟ هي مش بطاريه عربيه، هي مش بطاريات عربيه، احنا بنستخدم طبعا مينتننس فري، يا بتستخدم مثلا ليثيوم اين، يا بنستخدم ليثيوم اين، يا بنستخدم مثلا الفالف ريجوليتد ليد اسيد، ده من نوع ليد اسيد يعني، بيكون جيل مثلا لحاجه، وبيكون طبعا النوع ده ما بيحتاجش اي مينتنس اصلا يعني، مينتنس ايه واحنا هنهزر. طيب البطاريه يا باشا بتيجي بتفضل زي ما هي كده لحد ما خلاص انتهت، ارمي، ما فيش مينتنس عندنا احنا. تمام، ده نظام بي في، هو احنا اصلا مش عارفين نساين للوح اللي كل شويه بتطرب ده وعايزين ننضفه، كمان هنروح نقول صيانه للبطاريات، مشكله كبيره يا جماعه. ولازم برضو تشتغل في درجات حراره كتيره، بيزد بقى على اللوكيشن يعني، وحسب انت تحطها فين، ما انت مش معقوله وانت مش هتجيب لها تكييف، واخد بالك، ولا مثلا هتحطها في مكان، لا هي حسب الامبيانت تمبريتشر بقى هي وظروفها يعني. فلازم تبقى هي اصلا مخصصه لان هي توبريت عند درجات حراره كويسه، وهنشوف امثله يعني برضو. تمام، ويبقى البرايس بتاعها مش عالي، مش عارف الكلام ده كله، انت عمرك ما تلاقيه بطاريه يعني، او حرفيا الكلام ده مش موجود. تمام، بس يعني ماشي، هو اللي موجود في السوق برضو يعني قريب من الكلام ده، الكلام ده كده الاوبتيمال يا جماعه، ان انت مثلا ده انا عايز بطاريه تبقى بالصوره دي،
انا عمري ما هلاقي بطاريه بالصوره دي، بس يعني انا بحاول اوصل للصوره دي. ضيف على الكلام يا جماعه اللي فوق ده كمان انها عايز يبقى السبيسيفيك بار بتاعتها عاليه، لا ومش كده وبس، وبتخزن الانرجي دينستي بتاعتها عاليه، بتخزن طاقه كبيره ووزن صغير. لا ومش كده وبس كمان، ده انا عايز كمان يبقى حجمها صغير، مش تبقى اصلا تبقى هي صغيره نفسها، ما تبقاش كبيره، وزنها صغير وتخزن طاقه كتير. ايه الهبل ده؟ يعني انت عايز بطاريه صغيره بحجم صغير بوزن صغير وتخزن، اه طبعا لازم انرجي بتاعتها، الانرجي بتاعتها وتخزن طاقه كبيره، طبعا انا عايز ده، فده مطلوب. ولما تيجي تعمل مثلا تحسين في البطاريه انا عايزك توصل لده، تمام؟ طيب من ضمن الحاجات المهمه قوي 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 اللي انا عايز اقولها هنا، انه العمر الافتراضي يا جماعه بتاع البطاريه ده اساسا بيتحدد بناء على انت بتفرغ قد ايه منها كل مره. يعني هو بيتحدد اساسا بيزد على الديبس اوف ديسشارج بتاعك، انت بتفرغ قد ايه من البطاريه. واحد يسالني يقول لي طب هي هتفرق ايه يا باشمهندس، انا مثلا فرغت البطاريه دي، فرغتها مثلا فرغت 80% منها زي ما انا فرغت 50%؟ لا، هو انت عامه بتست الستيت اوف تشارج، او بتست او بتست معلش الديبس اوف تشارج بتاعك، بتسته في الاوف جريد انفرتر، بتقول له والله مثلا البطاريه لو وصلت لعند مثلا 30%، يعني انت خدت منها 70%، باقي 30% بس في عند اللحظه دي اشحن البطاريه. فانت كده كده اصلا ده انت بتحطه في السيتنج، ما عندكش مشكله فيه. بس ماشي، لو ان واحد مثلا حاطط في السيتنج بتاعه لما توصل 50% ابدا اشحن، واحد تاني حاطط لا لما توصل ل 20% ما عادش فيها غير 20% اشحن، اللي هو بتاع 20% ده عمر الافتراضي هيقل جدا، عمر الافتراضي بتاع البطاريه بتاعه هيقل، بدل ما البطاريه بتاعته تقعد مثلا هتقعد معاه سنه سنتين مثلا، هتقعد معاه سنه واحده بس. طب والحل؟ لا الحل بقى ان انت لما تيجي الديزاين بالديزاين مثلا على رقم كده احنا بنكون ايه متفقين عليه، ده مثلا ان نفرغ مثلا يا جماعه 80% منها، نفرغ 50% منها، انت وانت 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 واللي انت شايفه، يعني حسب البطاريه اللي انت هتستخدمها برضه، حسب البطاريه اللي انت ايه اللي انت هتستخدمها. طيب احنا هناخد مثال، هناخد مثال بسيط عشان تعرف قد ايه الديبس اوف ديسشارج ده مهم، قد ايه الديبس اوف ديسشارج ده مهم وبيأثر على النمبر اوف سايكلز اللي ممكن البطاريه تديها لك عند درجه حراره 25 درجه. ده من بطاريه بالفعل موجوده حقيقيه، يعني نموذج براكتيكال، يعني مش حاجه وهميه. هو كان الترا سيل جيل 150 امبير ساعه، 150 امبير ساعه 12 فولت. البطاريه طبعا الترا سيل هي اللي عاملاها، الترا سيل طبعا شركه بريطانيه، هي اصلا بي في باتري، السيريز بتاعتها اصلا بي في، تمام. انا بس كل اللي انا عايزك تعرفه هنا ايه، طيب يا جماعه فلو احنا جينا نبص على الكيرف بتاعنا، تمام، لو ان احنا مثلا فرضنا فرضيه، مثلا لو ان احنا فرضنا فرضيه فرضيه بسيطه خالص بتقول انه طبعا يا جماعه هي السايكل دي معناها ايه، طبعا هي هو الاكستراكتد كاباسيتي، انت بتفرغ قد ايه يعني، تمام، انت بتفرغ قد ايه من البطاريه، واخد بالك بتفرغ قد ايه، تمام، ومع العدد السايكلز اللي هتديها لك البطاريه دي. فشوف لو انت هنقول حاجه، لو ان مثلا انت كل مره، طبعا هي السايكل دي يا جماعه عشان تبقى انت فاهم معناها ايه، معناها ان البطاريه مثلا يعني كانت 20%، كان عند ديبس اوف ديسشارج مثلا 20%، فانت كده تعتبر فاضيه، تروح تشحنها، يبقى انت عملت تشارجنج ليها، وبعد كده تفرغها، عملت ديسشارجنج ليها لحد 20%، دي كده احنا بنسميها سايكل، دي كده السايكل اللي هي اصلا كانت فاضيه شحنتها فرغتها، دي كده السايكل شحن وتفريغ. طب ايه المشكله؟ قال لك بص، لو ان انت فرغت من البطاريه دي 50% بس، استفدت ب 50% بس، يعني ديبس اوف ديسشارج 50% نص، يعني هتديك كام سايكل؟ لو رحت كده تديك تقريبا ما يقارب ال 110 سايكلز، يبقى البطاريه دي تديك 110 سايكلز، تمام.
تعيش 110 سايكل، ده عمرها الافتراضي. طب بقى لا، لو ان انت مثلا فرغت منها 80%، يعني اللي باقي فيها كام؟ الديبث اوف ديسشارج، انت فرغت 80%. لا معلش، الديبث اوف ديسشارج هيكون 8 من 10، 80% يعني. ده الديبث اوف ديسشارج، يعني انت فرغت منها 80%. خلي بالك ده الديبث اوف ديسشارج يعني، خلاص الديبث اوف ده كده الديب ده الدود ماشي، اللي هو الدود اللي هو الديبث اوف ديسشارج يعني. 80% هتديك كام سايكل؟ تديك تقريبا كده 500 سايكل، تقريبا 500 سايكل. لو افترضت بقى ايه، خلي بالك، لو افترضت ان انت دلوقتي كل يوم هتعمل سايكل، يعني انت كل يوم هتعمل سايكل، يبقى العمر الافتراضي في حالة الديبس اوف ديسشارج 80%، الدود ده في حالة الدود كان 80%، يعني انت يعني انت فرغت لحد 80%، فرغت كتير، او ده الديبس اوف ديسشارج بتاعك. خد بالك ازاي، لو ان انت هتعمل سايكل واحده، فعمر الافتراضي بتاع البطاريه هيبقى سنه ونص. طيب لو احنا بس كنا بنفرغ 50%، او ديب دوت الدود بتاعنا مثلا كان نص بس، احنا مثلا مصممين على ديبس اوف ديسشارج بنص، لو ان انت مثلا مصمم على ديبس اوف ديسشارج نص، ففي الحاله دي ركز كده معايا، وهتعمل سايكل في اليوم، فكان هيديك عمر افتراضي 3 سنين، يبقى البطاريه تعيش معاك 3 سنين، يبقى ال 1100 سايكل دول يعملوا معاك تقريبا 3 سنين. فباختصار ان انت ايه، لو انت لاحظت معايا هتلاقي انه كل لما الديبس اوف ديسشارج قل، كل لما فعلا ماشي، انت لما مثلا بتقول انا مش هفرغ كتير من البطاريه، معنى ان انت مش هتفرغ كتير من البطاريه ان انت مش هتستفيد بالانرجي كلها اللي متخزنه في البطاريه، بس في المقابل اللايف تايم بتاعك هيعلى، هتعيش معاك عمر اطول، انها تديك سايكل اكتر فتعيش معاك عمر اطول، تمام كده. طيب هو يا جماعه معلش، هو احنا عاملين نهبد وبتاع، وهي ايه اصلا البطاريات الموجوده في السوق اللي بتستخدم في البي في؟ مش عاملين نتكلم عن البطاريات والحاجات اللي يجب توفرها في البطاريات وبتاع، ايه اصلا البطاريه، انواع البطاريات الموجوده اصلا؟ انا قال بص يا باشمهندس، انواع البطاريات بالنسبه للبي في، في عندك الليثيوم ايون، ده الترندنج دلوقتي، يعني اغلب الناس بتروح ليه، نادرا بقى نادرا اللي بيروح لايه، مش نادرا على حاجه، بس يعني المفترض ده الترند، ده الترند دلوقتي، ده الليتست تكنولوجي، وبس طبعا غالي مش هنختلف يعني. وفي طبعا عندنا الليد اسيد، الليد اسيد البطاريات اللي معروفه خالص الليد اسيد، بس طبعا في منها الجيل تايب، وفي طبعا نوع اللي هو الفالف ريجوليتد ليد اسيد، ده نوع مشهور جدا، الجيل طبعا مستخدم بوفره وقديم بس حاجه ممتازه، اولد بس ستيل جولد يعني. مش في عندنا طبعا النيكل كادميوم، دي مش مستخدمه اصلا بالنسبه لي، مش مستخدمه في طبقات البي في يعني، ولا ده مستخدم في اي حاجه يعني. يا جماعه هو المستخدم، الحاجه الوحيده المستخدمه عندنا هي الليثيوم اين، وده الليتست تكنولوجي عندنا، والليد اسيد خاصه اللي هو بيكون مينتننس فري، التايبس اللي هي بتكون مينتننس فري، مش اي ليد اسيد استخدمه، مش الليد اسيد دي اللي انت بقى تقوم فككها وحاطط لها حمض والكلام ده، مفيش الكلام ده، احنا هنستخدمها مينتننس فري، يعني هي هتعيش لحد ما تموت، لحد ما ايه، وخلاص ما تخلص السايكلز بتاعتها ونركنها وخلصت، خلاص البطاريه انتهت يعني، ما بتصينش اصلا. طيب طبعا لما تيجي تختار البطاريه، خلاص خد بالك من شويه حاجات، يعني البطاريه دي مثلا اصلا بتتعرف في ايه، البطاريات اصلا احنا بنعرفها بايه، قال لك لما تيجي تختار البطاريه هتختارها بناء على الكباستي اللي انت عايزها، الامبير اور اللي انت عايزه يعني، الامبير اور طبعا لو انت ضربت الامبير اور ده في الفولت يديك الانرجي، تمام. برضو بنعرفها بناء على حاجه اسمها النومينال باتري فولتج، هي البطاريه دي مثلا 12 فولت، ولا البطاريه دي مثلا كام فولت، انا اعرفه ان انا اللي اعرفه ان في 12، ما اعرفش بقى هل في اكتر من 12 ولا، بس انا اعرفه مثلا في 12، وانت براحتك ممكن مثلا تربط شويه على التوالي على التوازي تعمل اي فولت انت عايزه يعني، فاللي اعرفه ان هو في 12 من الليد اسيد، اللي للاسف موجود عندك 12 مفيش مشكله. برضو بيكون معطى ليك، او من ضمن برضو
الكاركترستكس اللي هي بتاعت البطاريات انه برضو ما يعرف بالنومينال باتري كارنت، هو مش مهم قوي ولكن بيعطى، يعني بيعطى مش بيعطى، بيديك تيار البطارية. يعني مثلا بص نضرب مثال، هو مثلا يقول لك انا عندي البطارية دي 150 امبير ساعة، ما بيجي يديك التيار بتاع البطارية بيقول لك التيار ده خلال 10 ساعات. يعني اكنك انت بتقول ايه، اكنك بتقسم ال 150 امبير ساعة ده على 10 ساعات، فيدي كام؟ يدي مثلا 15 امبير. يبقى تيار البطاريه في الحاله دي مثلا لو هي 150 امبير ساعه بتبقى 15 امبير، وهو بيقول لك ان البطاريه بتاعتك هي 15 امبير، ده الريتد كارنت بتاعها. تمام. طيب على الصيانه ان هو هيفرغها خلال 10 ساعات، هو انت ممكن تفرغها في زمن اسرع؟ هي انت ممكن تفرغها في زمن اسرع بس هيديك تيار اقل والكباستي بتاعتك بتقل، يعني النفاقين بتزيد، يعني لو انت عايز تفرغها في زمن اسرع خد بالك. فهو دايما بياخد ريفرنس، واخد ال 10 ساعات ريفرنس مثلا بالنسبه له، وعلى حسب بقى المصنع. يعني انا مثلا ايه ده البطاريه اللي انا كنت جايبها يعني. طب طيب برضو في حاجه اخيره اللي هو بنسميها الانرجي ريكفري افشنسي، او الراوند تريب، الانرجي راوند تريب افشنسي، اللي هي الكفاءه بتاعه الانرجي المتخزنه في البطاريه بتاعتك. تمام. طيب ماشي، كلام سهل مش صعب يعني، بس سهل. طيب ناخد مثال كده مثلا على الليد اسيد، بطاريات الليد اسيد. بص يا جماعه، بطاريات الليد اسيد الكفاءه بتاعتها تقريبا بتبقى من 8 من 10 9 من 10، تيبيكال يعني بتاخدها 85 من يعني 50% يعني 50%، ده تقريبا اغلب البراندات يعني اللي بتبقى الليد اسيد. بطاريات الليد اسيد مشهور قوي في البي في يعني. تمام. فغالبا مثلا لو انت جبت لو جبت مثلا بطاريه اسيد، فدايما بنعوض مثلا عن كفاءه البطاريه بالرقم ده. تمام. الفولت بتاع البطاريه 12، ده معروف في الليد اسيد. تيار البطاريه مش مهم يعني، بس هو بيديهولك بتقسم يعني الكباستي على 10 ساعات، فهو مفيش مشكله فيه برضه. والكباستي كده كده اصلا ده شيء مهم جدا، ده انت اساسا بتختار البطاريه بناء على كباستي. يعني انت مثلا عايز كباستي قد كذا، فتجيب مثلا كام بطاريه بالكباستي عشان تديك الكباستي اللي انت عايزها، اللي هي الامبير اور بتاعك، يعني اللي هي السي كباستي، الكباستي ده هو الامبير اور بتاع البطاريه بتاعتك. خلاص. مثال واقعي شويه على بطاريه ليد اسيد برضو، هي نفس البطاريه اللي هي الالترا سيل جيل تايب فالف فالف ريجوليتد للاسيد، فالف ريجوليتد للاسيد، والبطاريه دي ما هياش يعني فري اوف مينتنس، مينتنس فري، 150 امبير ساعه الكباستي بتاعتها، 12 فولت الفولت بتاعها. دي الحاجات اللي احنا قلنا عليها، مش احنا قلنا انت بتتعرف بالكباستي وبالفولت بتاع البطاريه النومينال فولتج يعني، وكمان التيار، هو هيقول لك التيار بس شويه كده. طبعا الترا سيل اصلا هي شركه من في يوكي، طبعا البراند ده يا جماعه معروف، يعني البراند ده معروف في الطاقه الشمسيه، مشهور من ضمن الحاجات المشهوره في الطاقه الشمسيه. طيب من ضمن الحاجات بقى، من ضمن الحاجات اللي المصنع بيديها لي، اولا انا بس جايب لك الشكل ده عشان تعرف هو كاتب ايه، ده الوزن بتاعها، الوزن بتاعها يا جماعه مقربه هي على 45 كيلو، مش خفيفه خالص يعني. تمام. اهي البطاريه زي ما انت شايف، انا هي مش البطاريات يعني، ايا يكن مش قصه. طيب وده برضو التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعتك اللي هو كان في الداتا شيت بتاعتها. في الداتا شيت بتاعتها بقى هو مثلا معرف لك النومينال فولتج اهو اللي احنا قلنا عليه، احنا اتكلمنا برضو على ده النومينال كاباستي، ده النومينال كاباستي اللي هي السي الامبير اور يعني. وبرضو لو مثلا حد بيسال على التيار، لو حد بيسأل على التيار ريتد كارنت يعني، فريت كارنت هو هنا 15 امبير عشان هو بيقسم على 10 ساعات، يعني بيكون هو كده كده اصلا، هو كده كده. بص انت لو انت عايز تفرغ البطاريه دي في وقت اسرع، بص كده كل لما تفرغها في وقت اسرع كل لما تلاقي ان هي ماشي هتديك تيار اكتر، بس الكباستي بتقل، الكباستي بتقل، بص الكباستي بتقل جامد كمان. فهو الراجل بيقول لك يفضل يعني ان انت لما تيجي تفرغ البطاريه فرغها في 10 ساعات، فعشان تفرغها في 10 ساعات ما تسحبش اكتر من 15 امبير، ما تسحبش. لو سحبت اكتر من 15 امبير، لا يا حبيبي انت هتفرغها في زمن اسرع، وبالتالي
انت مش هتاخد ال 150 امبير ساعة، انت هتاخد اقل، هتاخد مثلا 127، هتاخد 110، على حسب بقى انت صاحب امبير قد ايه، خد بالك. تمام، بس فهي الفكرة كلها في قصة التيار ده. انت ده حتى كان بيقول لك انت ممكن توصل لتيار 1500 امبير 5 ثواني، انت متخيل؟ ما تستغربش انت لو جبت بطارية مثلا من نوع او شرست عليها، لا بتعمل شرز بنزينة يعني، الكلام ده انا شفته. فلا يعني برضو الموضوع مش بسيط. تمام، بس يعني لكن انت احنا بنقول انه كده كده كل ده في السيتنج بتاع الانفرتر، نقدر نسيت الانفرتر بحيث ان احنا ما نسحبش مثلا من البطاريه اكتر من 15 امبير، علشان اقدر استفيد بال 150 امبير ساعه ككباستي. تاخد بالك ان انت مثلا عايز تفرغها اسرع، انت حر على مسؤوليتك، بس الكباستي هتقل ماشي، هتاخد طياره اعلى، ما عنديش مشكله، خد طياره اعلى، انت مش عايز طياره اعلى بس هتفرغها اسرع، هتاخد طياره اعلى، معنى ان انت تسحب منها تيار اكتر، معنى كده ان انت هتفرغها بصوره اسرع، ومعنى تفرغها بصوره اسرع ان انت مش هتاخد الكباستي اللي احنا متفقين عليها. وانا قايل لك الكلام ده في التكنيكال سكشن بتاعتي في الداتا شيت، وانت موافق بس. فالموضوع انتهى يعني خلاص. بس هو مفيش حاجه تاني، هو واحد يقول لي طب هو الكفاءه فين؟ ما هو ما بيديش الكفاءه يا جماعه، ما بيديش كفاءه في الداتا شيت عامه يعني. هو اصل الكفاءه احنا قلنا بناخد افريج يعني 8 85% خلاص الكفاءه، اللي هي كفاءة الانرجي ريكفري يعني. طيب الانرجي الايتا بي دي كفاءة البطارية اللي هو بتاعت بنسميها الانرجي ريكفري افشنسي، او اللي هي الراوند تريب افشنسي يعني، دي بتبقى اليوسفول انرجي، واخد بالك، او الاوتبوت انرجي يعني على الانبوت انرجي. عايز يقول لك انه انت مثلا لما شحنت الطاقة اللي انت شحنت بيها كانت 10 كيلو، لما جيت تفرغ وفرغتها للآخر، تخيل ما خدتش غير 9 كيلو وات ساعة يعني، انت مثلا ضيعت مثلا عليها، انت ضيعت مثلا عليها 10 كيلو وات ساعة، وكل اللي انت خدته 9 كيلو وات ساعة، فده معناها كده ان الراوند تريب افشنسي بتاعتك 90%، في الغالب الليد اسيد بتبقى من 80 ل 90%، ده الليد اسيد يا جماعة. تمام، احنا مثلا لما نيجي بنصمم مثلا على المتوسط اللي هو مثلا كام؟ 85%، خد بالك ان انا يعني انا في 5% ضايعين من الطاقه اللي انا مثلا بشحنها بيهم بيضيعوا، وانا موافق ما عنديش اي مشكله يعني. بصوا يا جماعه، انا بس ممكن اكون انا مش فاكر، انا مش عارف انا لخبطت في الدبس وفي الشارج ولا، بس ماشي يعني. خلينا ناخد بسرعة ايه هو مبدأ او مصطلح الدبس اوف ديسشارج. قال لك بص، البطارية اللي قدامك دي اللي دي البطارية دي كده، البطارية دي مشحونة، الستيت اوف تشارج بتاعها 100%، يعني هي مشحونة للآخر، فبنقول الستيت اوف تشارج 100%. طب الدبس اوف ديسشارج مفيش، 0%، هي مشحونة على الآخر. طيب البطارية دي بقى أنا فرغت منها لحد 80%، يبقى الدبس اوف ديسشارج 80%، الجزء ده كده 80%، ده كده الدبس الدود الدبس اوف ديسشارج خلاص. طيب باقي فيها كام؟ باقي فيها 20%، يبقى الستيت اوف شارج 20%. تمام، طيب طيب البطارية دي خلاص بقى يعني، انت فاهم حاجة؟ لو انا مثلا فرغتها للاخر خالص، يبقى انا فرغتها كامله، يبقى الدبس اوف تشارج 100%، يبقى الجزء ده كده 100%، مفيش اي شحن فيه، 0%، خلاص. ده بمبدا اللي هو الدبس اوف ديسشارج والستيت اوف والستيت اوف تشارج يعني خلاص. انت في الموبايل بتاعك لو لاحظت يعني، مثلا انا هجيب الموبايل بتاعي دلوقتي كده وبص، الاقي مثلا بيقول لي انت البطاريه بتاعتك باقي فيها 27%، ده ايه؟ ده الستيت اوف تشارج يعني. هو بيقول لي انت هو ما قاليش انت استهلكت قد ايه، وانا بالفعل استهلكت تقريبا 70%، ده اللي هو الدبس اوف تشارج. لكن هو بيقول لي كده، قال لي الستيت اوف تشارج، الستيت اوف تشارج بتاعك قال لك 27، يعني هو اللي موجود عندك او اللي شاحن 27% خلاص. طيب طبعا الدبس اوف تشارج ده بيفرق معاك زي ما احنا شفنا، بيأثر على اللايف تايم بتاعك. كل لما انت يعني
تزود الدبس اوف ديسشارج، تفرغها للاخر، هيديك انت تعرف مثلا لو انت فرغتها للاخر هيديك سنه تقريبا، والعمر البطاريه بتاعتك هيبقى تقريبا سنه لو انت فرغت البطاريه اللي هي المثال اللي كان معانا، لو فرغتها للاخر عمرها يبقى سنه واحده بس، لو انت بمعدل مثلا انت كل يوم سايكل كل يوم سايكل كل يوم سايكل، هي سنه اشتغل اكتر من سنه، انت فاهم؟ طبعا سنه ده رقم قليل يا جماعه، تخيلوا اصلا انه البطاريات اصلا بتزود سعر السيستم الضعف، وتخيل انت مثلا عايز بقى كل سنه ضعف الرقم اللي انت دفعته، ده كارثه كبيره جدا. فالنظام الجديد ده نظام خايب 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 يعني، نظام فاشل بمعنى الكلمه. المهم طيب هو ده ايه؟ هو ده بيقول لك 10 جلوس سعر الاسيد باتري بانك 5% تبس اوف الشر. ماشي. انا بقول لك مثلا لو انت هتفرغ يعني مثلا دي مثلا ان انت 10 كيلوات ساعه ريتد ليد اسيد بنك مثلا، لو انت مثلا هتفرغ اب تو 35% الدبس اوف ديسشارج، يعني انت هتفرغ 35% منه بس، فهتاخد 35% من الرقم ده، تمام؟ طب لو ان انت مثلا ليثيوم ايون مثلا انت تفرغ 80% يعني دبس اوف ديسشارج 80%، فيبقى انت هتاخد 80% من الايه، من الرقم ده. طيب في يعني ده بس هو المثال هنا بس، هيخلط لك او هيدمج لك حاجتين، هيدمج لك فكرة الديبس اوف ديسشارج مع الراوند تريب افشنسي عشان تفهم المصطلحات وتفهم المبادئ دي كويس جدا، عشان دي اساسات، دي بيسكس لازم تبقى عندك، ما ينفعش ما تبقاش عندك، تمام؟ طيب لو ان مثلا عندك 60% 60 ده كده، بصوا يا جماعة 60% الراوند تريب افشنسي يعني ايه؟ انت دخلت له 10 كيلو وات ساعة، وجيت لما جيت فرغتها للاخر ما ادكش 6 كيلو، ايه الهبل ده؟ انت كده خسران كتير. ما ايوه 60%، ما الكفاءه 60%، كفاءه السايكل كلها الدوره كلها 60% كانرجي يعني، تمام؟ دي بيسموها الانرجي افشنسي يعني، اللي هي الايتا بتاعت الباتري اللي احنا بنديزاين عليها اصلا. طيب لو ان الراوند تريب افشنسي بقى بتاعتك كانت 98% مثلا، ده ليثيوم اين مثلا سي، فانت مثلا دخلت 10 كيلو وات ساعه وخدت، فما فرغتها خدت 89 كيلو وات ساعه، فالاوتبوت اللي هو 9.8 على الانبوت انرجي اللي هي 10 يديك كام؟ تقريبا 98%، فافشنس عالية جدا. طيب لو انا بقى عايز ادمج مصطلح الديبس اوف ديسشارج مع مصطلح الراوند تريب افشنسي، لو انا عايز ادمج الاثنين دول مع بعض، طيب هو الدمج الاثنين سهل يعني، ما هوش صعب خالص، دمج التو كونسبتس بسيط جدا يعني. لو ان مثلا انت عندك 10 كيلو وات اور بطاريه ليد اسيد مثلا 10 كيلو ساعة، ده الانرجي اللي موجودة فيها يعني، وانت لما تيجي تفرغ منها هتفرغ ديبس اوف شارج 65% يعني هتفرغ 65% بس، فاللي انت تقدر تستخدمه من الرقم ده كام كل مرة؟ ما تقدرش تستخدم اكتر من 3.5 كيلو ساعة، ده كده اليوزابل بالنسبة لك. ولو ان بقى 60% راوند تريب، فهيبقى 60% من الرقم ده، من 3.5، 60% من 3.5 ده اللي هو الانرجي افشنسي، يبقى انت اللي انت تقدر تستخدمه هو 2.1 كيلو وات ساعة بس. ده الدمج مين يا جماعة؟ الدمج الراوند تريب افشنسي مع الدبس اوف الشارج، عشان ده الواقع يعني، الواقع اصلا انت اصلا بتكون عامل السيتنج بتاع الدبس اوف الشارج اصلا في الانفرتر بتاعك، الاوف جريد انفرتر بتاعك، او عامل سيتنج للسيت اوف الشارج بتاعتك، وايضا في نفس ذات الوقت في كفاءة للراوند نفسها، ف مش كل الانرجي المتخزنه يوزر، مش كل الانرجي اللي انت مخزنها تقدر تستفيد بيها، الكلام ده مش موجود، ده اللي فيه افشنسي، وبالتالي في مفاقيد، في حاجات انت بتفقدها، تاخد بالك من القصه دي. طبعا هو بس برضه هنا عايز يقول لك لو هي ليثيوم اين مثلا، لو هي 10 كيلو وات ساعه برضه موجوده، موجود في البطاريه 10 كيلو وات ساعه، لو انت هتفرغ منها 80% فتقدر تستخدم 8 كيلو وات ساعه كانرجي، ولو ان الكفاءة الراوند تريب انرجي افشنسي بتاعتك 98% فتقدر اسمع الكلام، تقدر تستخدم 98% من 8. ما هو انت اصلا مش فالد معاك غير 8. طب يا جماعة يا باشمهندس، هو في كمان 20% راحوا فين؟ قال لك ما هو ال 20% الباقيين دول انا ما بفرغش البطارية للاخر عشان العمر الافتراضي، فانا متعمد، انا عامل ست اصلا
ان انا اول ما اوصل، لو انا لو انا وصلت ل 20% يشحن على طول، يشحن، ما ينفعش استخدم، ما ينفعش تفضى اكتر من كده، تشحن على طول، تدخل على طول مود التشارجنج خلاص كده. طب افرض مثلا ما في، يعني افرض مثلا انا بالليل دلوقتي والبطاريات بتاعتي وصلت لديبس اوف تشارج 80 في، يعني فرغت 80%، هتفصل. بس يا باشمهندس ده لسه فيها 20%، ماشي، هو سيتنج وخلص، محطوط السيتنج، احنا قلنا مش هتقدر تستفيد بيهم خلاص، عشان تحافظ على البطاريه، عشان تحافظ على العمر الافتراضي بتاع البطاريه. مش عايز تحافظ على العمر الافتراضي بتاع البطاريه، يبقى لازم تلتزم بالديبس اوف الشارج اللي انت اخترتها من الاول، اللي هي اصلا بنختارها في الديزاين اساسا، فانا ما ينفعش تتغير بعد كده، مش ما هياش حاجه بقى اوبشنال بعد كده ان اغيرها والعب فيها. إيه لا، ده البطاريه، يعني مش بطاريه موبايل بقى براحتك، يعني تشحن وقت ما انت عايز، لا، هنا في ضوابط، وهنا في يعني حاجات احنا بنشتغل بيها، وديزاين لازم تلتزم بيه، ديزاين اللي اتعمل لابد من الالتزام بيه. طيب، فلو ان مثلا 98% راوند تريب افشنسي، فانت مش تقدر حتى تستفيد بال 8 في، تقدر تستفيد ب 98% من ال 8 كيلو وات ساعه الموجودين عندك اصلا، فيبقى خلاص بقى ده اليوزابل بتاعك خلاص. بس كده، طيب احنا هنكتفي بهذا القدر في هذا الجزء، وان شاء الله هنبدا نستكمل بقيه الحاجات في فيديوهات تانية. اتمنى نكون وضحنا بعض الاجزاء دي، الكلام سيمبل بس يجب ان انت تفهمه كويس علشان برضو الدنيا ما تتوهش منك يعني. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة يعني، وان شاء الله نكمل بقية المحاضرات بتاعتنا في فيديو تاني. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.